خلافات وجدل كبير جدا في الواقع الحالي ما بين النسوية وحقوق المرأة في الدين. هناك من يرى أن المرأة عظيمة في الإسلام، والآخر يرى أنها ظلمت ولم تنال الحقوق كاملة في الدين. توضيح الوقائع من خلال الواقعة في حلقة اليوم. معنا في الحلقة نموذجين، ومعنا الشيخ دكتور سالم حامد حيوضح لنا بعض الحقائق وبعض الوقائع من خلال حلقة اليوم. فرحبوا معي بالدكتور الشيخ سالم حامد، مرحب بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحب بك أستاذة نجوى، وأرحب بالمشاهدين والمشاهدات، كذلك بالأخوات الموجودات معنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يتقبل منا ومنكم، وأن يوفق الجميع إن شاء الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله. أيضا نرحب بالأستاذة حنان فيصل، مرحب بك. أهلا، كيف ان شاء الله؟ مرحب دكتور سالم، مرحب بالاخت ساريه، ومرحب بك نجوى. مرحب بك. يمتد الترحاب بالاستاذه ساريه عادل، مرحب بك. اهلا بك استاذه نجوى، ومرحب بكل المشاهدين، رحب بالاخت حنان والاخ دكتور سالم، مرحب بكم. ونتمنى انه نحن نطلع من الحلقه بحاجه مفيده في كل الناس اللي بيتابعونا. بدايه مع الاستاذه ساريه عادل، ونحن بنتكلم عن الإسلام وحقوق المرأة في الدين، فنظرتك أو كيف الإسلام بينظر للمرأة عموما في الدين؟ ينظر الإسلام للمرأة نظرة استحقاق واحترام وتعزيز وفخر، لأن المرأة هي الأم وهي الإبنة وهي الزوجة، وكرمها بحقوقها وواجباتها وحفظها لها، وأكرمها من أول الحاجات اللي أكرمها بها حفظها لحياتها على قيد الحياة، لأنه قبل عصر الإسلام كانت الامرأة أو الفتاة كانت توأد. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. نعم. نحن من خلال الحلقة دي الشيخ سالم حيعقب لنا على كل واحدة فيكم، لكن نحن حنمشي لأستاذة حنان، وخلينا تعرف لنا كده من خلال البداية تضح النماذج تقسيماتها كيف. خلي الأستاذة حنان توضح لنا الحركة النسوية هي دي شنو، لأنه كثير من الناس حابة تفهم الفكرة بتاعت الحركة النسوية. في البداية هي الحركة النسوية هي حركة حقوقية في الأول، جات عشان ما تغير، تدي الحقوق للضعيفين. فهي كانت في الويف اللي هي كان عندها ثلاثة موجات. الويف الأولى كان النساء هم أكثر المضطهدين في المجتمعات عموما، بتنتهك حقوقهم من عمالة جائرة، من إنهم هم بياخذوا أدنى أجور من ناحية اقتصادية، ومن ناحية بتاع المجتمع هم كانوا مظلومين من المجتمعات عموما، أو ما بس الرجل، حتى المؤسسات هي كانت تظلمهم. الفكرة النسوية هي زي ما قلت أول إنها حقوقية أكثر مما إنها حركة مضادة للرجل. ما عمرها النسوية ما كانت حركة كارهة للرجال في بدايتها. ممكن يكون في تطرف بسيط حاصل من بعض النسويات عن إنه توجهت الحركة النسوية لحركة كارهة للرجل، لا، هي حركة مطالبة بالحقوق وبس. يعني الفكرة، يعني ده المفهوم عموما. المفهوم عموما أي هي حركة حقوقية، حقوق النساء. طيب هل هي بتوافق الشروط الدينية؟ النسوية ما مرتبطة بدين معين، هي ضد الظلم الواقع عموما، سواء كان جاي من دين أو جاي من مؤسسة أو جاي من أفراد أو جاي من مجتمع. نحن فيما بعد يا أستاذ حنان حنعرف التفاصيل هل هي فعلا بتوافق حقوق المرأة في الدين ولا لا، لكن خلي دكتور سالم يعقب لنا على كلام حنان وكلام سارية. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أنا أشكرك أستاذة نجوى، وأشكر قناة البلد لاهتمام مثل هذه القضايا المهمة جدا، وأشكر كمان الأخت الأستاذة سارية والأخت حنان، يعني كلام كويس وأنا أتفق معهم. لكن أنا دار أقول، وما شاء الله إحنا كلنا مسلمين، يعني جميعنا كلنا يشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول أعظم دين على وجه الأرض، أعظم دين على وجه الأرض منذ أن خلق الله البشر وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حفظ للمرأة حقها بل كامل حقوقها، هو دين الإسلام.
يا أستاذة نجوى. نعم. المرأة في الجاهلية كانت متاعا من المتاع، يتصرفون فيها كيف شاءوا ومتى شاءوا، وكانت ترث، كانت تورث ولا ترث. المرأة كانت كالسلعة، يعني هي مثل المتاع، بل كان الواحد منهم يدفنها وهي حية، زي ما ذكرت الأستاذة سارية كما قال الله جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. مش كده؟ في الجاهلية كان الواحد منهم إذا بشر بأنثى قالوا له: والله جاء ولد بيت، وما أحلى البنات وما أطيب البنات، أكثرهن رقة وحنانا وعطفا، ما أجملهن. لكن في زمن الجاهلية لو واحد قالوا جابوا لك بيت، يقوم يتدس من الناس، كما أخبر الله جل وعلا في القرآن: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه، كمان يصيبه الهم والغم، ماذا يفعل؟ يمشي للناس يقول: والله جابوا لي بيت. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ وبالتالي هكذا كانت المرأة قبل الإسلام، إلى أن جاء الإسلام وكرم المرأة ورفع من قدرها. جاء الإسلام ليكرم المرأة مخلوقا وإنسانا وأنثى وأما وبنتا وزوجة، تجد العطف، تجد الحنان، تجد الإكرام، تجد من كل شيء. هكذا إسلامنا وهذا هو ديننا، حفظ للمرأة حقها بل كامل حقوقها. أنا أتفق مع الأستاذة إذا كان ما يسمى بالنسبية دي أنه فقط هي ضد الظلم، ما في إشكالية، إحنا كلنا ضد الظلم، ضد أن المرأة يظلم المرأة، بل آخر وصايا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألا يظلم الرجل المرأة. قال: استوصوا بالنساء خيرا. شوف دينه صلى الله عليه وسلم يودع الدنيا، وصى بحاجتين: بالصلاة بالنسوان. استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الرجل الذي يسيء إلى المرأة هذا من ألأم الناس، لئيم ومستهبل ومجرم ولا خير فيه، ذكر في القرآن يعني. نعم. قال الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، وما هانهن إلا لئيم. أيوة نعم، هكذا كرم الإسلام. أنا أتفق مع الأستاذات الكريمات، وما في مشكلة إذا الحركة دي ضد الظلم وكده، يعني إحنا محتاجين يعني لجمعيات ولمنظمات يتسعى ضد الظلم، ويا ريت ما يكون يشمل لنا وسع، لنا ضيق واسع، نخلي شامل، ما نرضى برضو الرجل يظلم. الآن في بعض الرجال مظلومين برضو. أيوة نعم، فالظلم مرفوض تماما في ديننا وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني في بداية الحديث وبداية الكلام نرحب بالفكرة بتاعت الحركة النسوية. لا، أنا مش هي كحركة نسوية في اسم كده. أنا أقول إذا في أي منظمة أو جمعية أيا كانت، بعيدا عن الاسم، أنا لا أعرف عن النسوية شيء ولا أعرف عنها شيء، لكن إذا في أي منظمة أو جمعية هي قامت ضد الظلم، أنا معها، ما في إشكالية أبدا. جميل. أنا بس ما الاسم لا أعرف سواء كان نسوية ولا رجالية ولا غيرها، المهم هي ضد الظلم، ما بتتدخل في الإسلام ولا بتعتقد أن المرأة مهانة في الإسلام أو أن الإسلام ظلم المرأة، أنا معها تماما، ما في مشكلة. طيب جميل، خلينا نرجع لحنان مباشرة، ونحن تكلمنا عن المفهوم العام للفكرية النسوية أو الحركة النسوية، وحاليا نحن بنتكلم قدام مشاهد سوداني، فنظرة المجتمع السوداني للمرأة. بس قبل نظرة المجتمع السوداني للمرأة تفضل، هضيف حاجة، إنه لما قلت إنه بعيداً عن الأديان، ما نفيت إنه في جزء من الأديان أو جزء من المؤسسات الدينية قاعد تظلم المرأة. أنا ما قاعد أتكلم عن الدين الإسلامي فحسب، بس النظام الأبوي اللي هو السلطة الأبوية اللي موجودة سواء كان في الكنيسة، سلطة الجامعة أو غيره، هي قاعد تصل في تسلطها للمرأة. فالحاجة دي قاعد تأثر على المرأة وبتنتهك حقوقها، ويمكن إنه الحاجة دي هي ما موجودة في 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 الدين الإسلامي أو الدين المسيحي كظلم واضح في الأديان، لكن الموضوع خاضع لتفسيرات وأهواء مشايخ تانين أو أهواء التفسيرات يعني عموما من المشايخ أو الناس اللي بيفسروا الدين على أهوائهم، سواء كان رجل الكنيسة أو الشيخ في الجامع. هي النظرة بالنسبة للمجتمع، أرجع لسؤالك، نظرة المجتمع السوداني للنسوية. المجتمع السوداني لعدم فهمه زي ما ذكر الشيخ، إنه هو ما عنده فكرة عن مفهوم النسوية أو
ما سمع عنها أو ما قادر يستوعب الفكرة عموما أو قالبه هو فيه شنو، فهو نظرة عن 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 عدم معرفة أو جهل بالمعرفة. فممكن إذا توضحت الحاجة دي، وبتمنى إنه الجلسات من النوع ده أو الجلسات الحوارية من النوع ده تتواصل مع أستاذات تانيات اللي هم أو حلقات تانية دي تكون فيها شرح كامل للفكرة، حتى الحركة النسوية كحركة حقوقية مطالبة إنه ما يقع ظلم على أي كان، سواء كان رجل أو مرأة. المجتمع السوداني نظرته للنسوية جاية عن طريق التنميط، طبعا كلنا لنا دليلات في فكرة التنميط، سواء كان جزء من النسويات الموجودات في الحركة النسوية وبيتكلموا باسم الحركة النسوية، أو حتى المشايخ اللي بيتكلموا، أو حتى إحنا كالمجتمع مجتمع سوداني قاعدين نصدر إنه هي النسوية حاجة سيئة. قمع الحريات اللي كان يحصل المساحات الضيقة، لكن المجتمع بيعتقد إنه هي حاجة سيئة. سبب شنو؟ المساحات الضيقة اللي كانت موجودة لهم عشان ما يعبروا هي كانت بتعكس الحاجة دي بصورة سلبية. فكرة ربط النسوية بمطالب هي ما مطالب موضوعية. طيب إحنا النسوية طيب بتطالب بإنه ما يتم تشويه، واحدة من القضايا ما يتم تشويه المرأة بعملية الختان كواحدة من الأعمال العنف اللي قاعد يقع على المرأة، واحد من أنواع الظلم. الحاجة دي في شيوخ بيفسروها بالدين، في مجتمعات هي مفسرة بالعادات والتقاليد اللي هي ماشية فيها، غير من أساليب العنف اللي قاعد تطلع. المجتمع السوداني ما فاهم إنه النسوية ما فكرة طلعت شارع أو طرحة أو بتاع، لا هي بتتكلم عن قالب أكبر، إنه العنف لا يقع في مؤسسات ولا يقع تحت سلطة الدين أيا كان هو شنو، إنه بس ما يكون في عنف على المرأة أو أي. طيب يا حنان، أنت في البداية ذكرت السلطة الأبوية، خلينا نوضح الجانب ده شوية. السلطة الأبوية دي كيف؟ نحن معروفين مما قمنا يعني إنه الولي هو الأب أو الأخ والرجل في البيت، فنوضح الفكرة شوية للمشاهد. دي واحدة من 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 نقاط اللغط. يعني السلطة الأبوية ما بس مقصود بها الأب في البيت أو الأخ. السلطة الأبوية اللي هو إنه الزول اللي بيكون متحكم فيك، مسؤول منك. أي فسواء كان في المؤسسة اللي أنت شغالة فيها، سواء كان رجل الدين، سواء كان الأب في البيت، السلطة الأبوية هي بتجي من ناحية المتحكم في قراراتك. هو اللي عنده الحق يقرر أنت يشوهك مثلا، يشوه في عملية مثلا كعملية الختان أو غيره من الحياة، يقرر أنه يزوجك وانت قاصر عمرك 12 سنة أو أقل من عمرك قصير. هو اللي بيده الولاية عليك والوصاية، سواء كان في المجتمع، في الأسرة الصغيرة. الأسرة الكبيرة هو رب العمل مثلا اللي بيحدد لك أنه أنت تلبس شنو. أنت مثلا تلبس لي يونيفورم يكون عشان انت يكون هو عباية وطرحة وبتاع ما عارف شنو، او تلبس لي سكيرت ضيق او يعني بنت. الكلام بدل على انه الحركة النسوية او الزول اللي بتكون مركزة على الحركة النسوية محتاجة للحرية الكاملة من غير اي سلطة. هي اساسا بتنادي بالحريات دي، بتنادي بالحريات اللي هي خارج، تطلع المجتمع من العباية الذكورية اللي هو فيها، الابوية اللي هو فيها، انه ما يكون فيه وصي بعينه وهو عنده الحق انه يظلمك، يحدد انت تتظلمي كيف ذاته. هو اصلا الظلم واقع لكن يحدد لك تتظلمي بهذه الطريقه. جميل. طيب ساريه، هل في فكرتك او من وجهه نظرك هل بتعتقدي انه الدين او الاسلام حفظ حقوق الرجل اكثر من المراه؟ ابدا. الاسلام كان بيتعامل مع المراه ومع الرجل بالمساواه في العمل وفي الجزاء وفي العقاب. نعم. وحتى انه يعني لما انت تقف قدام ربنا، نعم، احنا واحد بغض النظر عن نظره المجتمع للمراه هي بتكون كيف. ويستدل على ذلك قال تعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. فنحن يعني ربنا واحد يعني. وحتى انه كان يعني الرجل هو بيكون ولي عليك. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه.
فإنه نحن بالرغم من نحن سواسية عن ربنا إلا إنه الرجل هو له الولاية علينا. يعني من الحماية يعني العطف والاحترام وكذا. فهو حيكون يعني الدرع بتاع الحماية في أي حالة. حتى إنه حفظ لنا الحقوق بإنه الرجال قوامون على النساء. من الفطرة خلق بها الرجل إنه هو يكون يقدر يحمي المرأة. المرأة ربنا خلقها إنها هي كائن ضعيف ودي الفطرة ودي حكمة ربنا. فلذلك كان للرجل القوة والصلابة عشان إنه يقدر يحمي الحاجة، يعني هي زي الجوهرة. فعايزة حاجة إنها هي تحميها من الخارج، سواء كان من المجتمع سواء كان من أي حاجة تانية، بس إنه إحنا هي الحماية. متابعينا حنكون متواصلين معاكم أكيد، لكن بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد. ويعني يا ساري، أنت على حسب كلامك وعلى حسب الدلائل اللي قدمتيها من القرآن الكريم إنه الفكرة بتتنافى تماما مع فكرة حنان. إنه الرجال يعني هم للحماية، وإنه هم يعني حتى استدلت من القرآن قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. إنه نحن بالرغم نحن متساوين عن ربنا في الجزاء وفي العمل وفي العقاب، إلا إنه هم ربنا خلق فيهم فطرة القوة والشهامة، فهي حتحمينا. نحن الأنثى ربنا خلقها هنا هي كائن ضعيف، هي النقطة إن هي كائن ضعيف دي ما يعني ما حاجة كعبة، هي حاجة كويسة لكن هي أنثى. فنحن ما يعني إذا أنا حقول إنه أنا ما محتاج للرجل، أنا مفترض إن أنا أكون قوية أنا كذا، فأنا كذا ممكن أدخل في طور بتاع إن أنا بتنافى مع الفطرة خلقها لي ربنا. يعني أنا ربنا خلقني إنه أنا كائن ضعيف لحكمة يعلمها هو. جميل، عندك أي رد يا حنان على كلامه؟ سارية قالت إن هي كائن ضعيف. سارية أنت جيتي هنا كيف؟ طيب جيتي بيرجك، أنت ما كائن ضعيف، أنت كائن قوي، عندك نفس الطاقة، نفس الميتوكوندريا اللي قاعد تنتج طاقة في خلايا الرجل هي قاعدة عندك، باختلاف مورفولوجيا أنت ممكن يكون شكلك شوية مختلف في 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 من الرجل، لكن نفس الطاقة، نفس العقل اللي عنده، نفس الأعضاء اللي عندك قاعدة عنده باختلاف أعضاء معينة. ففكرة إنه لا الرجل هو الأقوى، هو اللي مخلوق لا، في نساء قاعدين يشيلوا أثقال. يعني أنا ما حتكلم لك برا المجتمع السوداني، بس جوا المجتمع السوداني في مجتمعات المرأة فيها هي اللي بتقوم بالأعمال الشاقة، هي اللي بتبني، هي اللي بتزرع، هي اللي بتحصد، هي اللي بتشتغل كل الأعمال الشاقة، هي اللي بتشتغل، حتى الرجل بيكون قاعد بس في البيت. فالمرأة ما كان كائن ضعيف خالص. حاولي راجع فكرة إنها قاتلين قوامون على النساء. أنا ما قلت كائن ضعيف، فما معنى إن الحاجة دي هي حاجة سيئة، لا بالعكس، إن هي دي حاجة كويسة، لأن هي فطرة ربنا خلقها علينا. ربنا ما بيخلق حاجة سيئة، يعني إن هي ونعمة بالله، بس الفكرة إنه هي دي ما بالنسبة لإنه الطاقات وكذا، فنحن يعني جسمانيا كذا نحن واحد، بغض النظر إنه في اختلاف بسيط، لكن نحن نفس القدره، نفس يعني هو عنده عقل انا عندي عقل، انا عندي بقدر اشيل، بقدر اتحرك، بقدر اعمل اي حاجه، هو كذلك. لكن انت لما تكوني ام، لما انت تكوني ام انت ما محتاجه لاني تكوني حازمه، ما محتاجه اني تكوني بنفس الصرامه تحت الرجل، لا انت محتاجه اني تكوني عندك اللين. احنا قاعدين نتكلم عن انه حاليا قلتي المراه ضعيفه والرجل قوي، تمام؟ المرأة ضعيفة كيف؟ المرأة كيف هي ضعيفة وهي قادرة تقوم بنفس الأدوار اللي بيقوم بها الرجل؟ بنفس القوة إحنا، ما في أي اختلاف. أنا ما بتكلم جسمانياً، أنا بتكلم عن إن هي اللي بعدين الشخصية بتاعتها، فهي لما تكون إن هي كائن أضعف، ما إحنا ما لازم نكون مع الرجال واحد. طيب، في نساء شخصياتهم قوية لحد ما وصلوا هم كانوا ملكات على مدى التاريخ، ما قاعد أتكلم عن التاريخ القريب، بس التاريخ القريب والتاريخ البعيد، في نساء قياديات شخصياتهم قوية كانوا قادرين يديروا حاجات الرجال ما قاعدين يديروها. فالمرأة ما كائن ضعيف، يعني أنا ما هارضة إن تقول عن النساء ضعيفات، لأنه أنا
شايفه نفسي انه انا زوله قويه وشايفه انه كل النساء قويات وقادرات يعملوا اي حاجه. يعني احنا حرفيا ابديها من مهام البيت، ابديها من المهام البسيطه اللي بتكون موجوده فيه في نطاق البيت. المهام اللي انت بتعمليها من الصباح، شاي، فطور، غدا، عشاء، بعديه والحياه دي. اكد لك في النقطه دي، اكد لك انك قاعده تشتغلي كل الحاجات دي اللي بتعملها المراه، حتى الرجل يمكن ما يقدر يعملها. اللي هي زي دي القوة، اللي هي انه احنا قويات قادره انه انت تكنترول الحاجات الاقتصاديه الموجوده في البيت، تكنترول البيت في غياب الرجل ممكن يكون اكثر من 8 ساعات. ده نتكلم عن المراه اللي قاعده بس في البيت. في نساء عاملات ممكن يديروا الحاجات دي اضافه لها، يديروا شؤون عملهم، المؤسسات اللي هم شغالين فيها او عملهم الخاص. فالفكره انه المراه ما كائن ضعيف خالص، والمراه هي كائن قوي قادر انه يدير حاجاته كلها، سواء كان اداره عقليه او اداره بدنيه، فما في اي اختلاف. الا اذا المراه كانت مصابه بمرض، ودي حاجات ثانيه. يعني حنان، ما في مقارنه بين الرجل والمراه من خلال كلامك؟ هم واحد نفس القوه من غير اي نفس دور. القوه اي، الموضوع بعد ذاك بيختلف انه اذا في مرض او في عطبه حاصل عند المراه او عند الرجل عموما. فالفكره انه الفكره انه طيب هل نحن ما بيناتهم ما يعني في حاليا نحن نحط الرجل والمراه في ميزان وكفه واحده؟ نفس الحاجه. احنا خدتين فكره الانسان هو الانسان، ما هيتغير سواء كان رجل، مراه، طفل، من اصحاب الهمم ام غيره، فيه هو انسان وهيتعامل بنفس الحقوق، بنفس الحاجات اللي ممكن تتعامل له. فانا ما ممكن اقول له اقول لك انت عشان طيب هي ابدت بدلائل، يعني بدلائل من القران والسنه، هل ما مقنع بالنسبه لك؟ طيب الفكره ما في الدلائل اللي هي فكرتها. انا قبل ذكرت لك انه الموضوع بيخضع لتفسيرات. هي ذكرت طيب يا حنان، هل التفسيرات دي اقوى من القران واقوى من الشريعه والدين؟ انا ما قاعد اتكلم عن تفسيرات فسرتها انا. انا قاعد تفسيرات علميه عموما، يعني هي جات من الحاجه دي. نحن زادنا من خلال الحلقه دي حنعرف التفسيرات ذاتها هي جات من وين. التفسيرات هي بتتفسر عن طريق رجال الدين. الفكره بتاعت التسلط الابوي من رجال الدين انه هم اللي بيفسروا الايات القرانيه على اهوائهم. كيف على اهوائهم؟ على اهوائهم او كيف؟ ممكن ما نقول على اهوائهم، هي في الاخير لغه، القران لغه صح؟ فهو جاء بيتفسر عن طريق اللغة كأداة بتاعة تفسير له. فالفكرة بتبقى أنا كرجل دين عايز أفرض إنه أنا رجل وأقوى والمرأة كائن ضعيف، حقوم أستدل بالآية بتاعة إنه الرجال قوامون على النساء، أستدل بالآية دي أو غيرها من الآيات. طيب ليه حاجة جابه ربنا معناها يبقى هي مفروض الناس بس تكملت الآية، تكملت الآية، تكملت الآية. تكملت الآية، انت كمل فسر. يعني فكرة القوامة انه ما اكيد هي ما جاية بالتفسير، ربنا ما هيجيب حاجة عشان يضرب بها حق، ربنا عادل اكيد. فاكيد انه ما جايبها عشان يخد سلطة تنتهك بها حرية. طيب انا يا حنان ما أدع عشان تقمع بها حنان، نحن عشان نقدر نوضح الرسالة بصورة واضحة كده ومتزنة والجميع يقدر يفهمها. طيب انت بتتكلم عن انه الدليل ده، لكن التفسيرات غير الدليل. طيب السلطه هي ذاتها، القال منه انه هي الفكره عباره عن سلطه ابويه؟ القران بيقول حاجه والتفسير العلمي بيقول حاجه ثانيه. طيب نحن كمسلمين تابعين للاسلام وعارفين انه نحن ناس مسلمين وكلنا مؤمنين، بالتالي نحن مفروض نمشي على اتجاه اكيد الاسلام. طيب هي انا قبل ذكرت لك حاجه انه الحركه النسويه هي ما عندها عداء مع دين، هي مشكله الظلم الواقع عموما فكره حركه حقوقيه. ففكره انه انا اعادي دين معين او اقول انه الدين المعين ده هو السبب في القهر، فدي ما حاجه منطقيه. لكن انا بقول انه الادوات اللي قاعد تستخدم من الرجال اللي قاعدين يفسروا الحاجات دي او اللي قاعدين في السلطه تحت الدين دي، هم قاعدين يستخدموها غلط. دي كل الفكره، دي الفكره بتاعتك. اي طيب، انا اتفضل. ممكن اوضح لها النقطه بتاعت انه النساء ضعف. طيب نحن ممكن اذا خدينا في الرجال في كفه والنساء في كفه ثانيه، نحن انت متعارضه مع نقطه انه النساء ضعاف صح؟ طيب ممكن الرجل
لما يجي البيت يكون عنده أسرة، عنده أبناء، في واحد من الأبناء ديلا يعني عمل غلط، فهو حيعاقبه، ممكن يكون العقاب يعني قاسي عليهم، الرجل حيكون مسرع على موقفه، لكن المرأة أو الأم أو يتنوع من العقاب من غير يعني إنه إحنا نتطرق لأنواع العقاب يعني، بس إنه هو العقاب ده يعني حيكون شديد على الطفل، يعني في الطفل يعني في الطفل يعني فوق. أنا ما جبت سيرة التعنيف. هي ما جابت، هي قالت ما جابت سيرة التعنيف. كمل يا سيدي. العقاب ده إنه هو كان شديد عليهم، ممكن الرجل يجي عاين، لا أنت غلطت تستحمل نتيجة غلطك، في حين انه ممكن الام تدي تعاين قلبه وجعني، اوكي خلاص ما مشكله اخذت جزء شويه من العقاب خلاص يلا، هنا دي بقاضي انه بالضعف يعني اني يعني تكون قريبه من اولادها، انها هي قلبها حيوجعنا لما تلقى انه واحد فيهم بيتالم، فهنا هي ممكن تتنازل عن القرار بتاعها بتاعين العقاب، فهنا انا ما قاضي بالضعف حاجه سيئه، لا انا قاضي انه حاجه ايجابيه، لانه انت حتحتاجي للحاجه دي لما انت تبغي. طيب هل ده ضعف ومحتاج قوامه؟ محتاج رجل يجي يتحكم فيه او يقول لي طلع ضعفك او طلع الانسانيه بتاعتك او المشاعر بتاعت الامومه بتاعتك في الوقت ده وفي الوقت ده ما تطلعيها، هل ده الضعف اللي انت بتقصديه انه محتاج قوامه؟ اذا هم بيستخدموا نقطه الضعف دي استخدام غلط حاجه ثانيه. دقيقه، هو منو قال انه ديني قطع؟ هل مشاعر الامومه او مشاعر العطف على الابناء من 200 هي؟ طيب انت بتسميها شو هي؟ هي نقاط قوه، نقاط قوة بالنسبة لي إنه المشاعر بتاعت الأمومة هي المشاعر اللي بتحفظ الأطفال، بتحفظ الأسرة دي، فأنت ما ممكن تصنفيها كنقاط ضعف خالص، هي دي نقاط قوة. أنا ضربت لك مثلا إني إذا كان في الرجل وفي المرأة أنت سميت الرجل مشاعر الأمومة لكن بعكس المرأة إن هي ممكن تتنازل، سميتي مشاعر الأمومة أو المشاعر بتاعت العطف اللي قاعد تحسها المرأة كنقاط بتاعت ضعف، هي المشاعر اللي قاعد تحسها المرأة ما نقاط بتاعتها. أنا بتكلم عن إن هي تتنازل عن قرار إن و... هي اتخذت قرار إنه مثلاً إنه هو قلت فهو. طيب يا حنان ويا سارية، نحن قبل ما نرجع للشيخ سارية، نحن حالياً القرار ده في الإسلام وفي الدين مفروض يكون عمنه ربنا قال شنو؟ الرجل. ها يا حنان. سواسية. 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 طيب الشيخ سالم، انت طبعا تابعته وشفت ردة فعل كل واحدة واكيد عندك تعقيب، يعني لانه نحن قاعدين بنرجع لك انت كرجل دين يعني وعارف كل الأدلة وكل الأحاديث وكل التفاصيل الدينية، تفضل. طيب انا يعني اذا عندي تعليق اعلق على كلام اختنا حنان وكذلك اختنا استاذة سارية. استاذة حنان بتقول انه الحركه حقته النسويه دي ما لها علاقه بالدين، يبقى احنا الدين متفقين. تمشي تيجي تقول والله يا اخي في ظلم كده، انا قبل ذكرت انه الظلم ده مرفوض من كل احد سواء كان من قبل الرجل من قبل المراه، عشان انا اقول للمشاهد اللي بيسمعنا الان يبقى الحركه النسويه دي اعرفه انه هي حركه قائمه بذاتها تدعو لمناهضه الظلم وكده، لكن يبقى ما عنده دخل. الان الله جل وعلا يقول وليس الذكر كالأنثى في كل شيء، في القوة، في التفكير، في كل حاجة، يبقى إحنا كظلم عند المشكلة، الظلم مرفوض تماما. وأعظم دين حفظ للمرأة حقها وبخص الظلم هو دين الإسلام، يبقى إحنا الآن ما عندنا مشكلة، إحنا كمسلمين ضد الظلم، ضد المرأة أنها تظلم، ضد المرأة أنها تهان، ضد المرأة أنها تحمل فوق طاقتها. يا أخي خليك من المرأة، إحنا عندنا في الإسلام لو زول ما مسلم يا أستاذ حنان، زول ما مسلم كافر، كافر ما مسلم، لا بيشهد لا إله إلا وأنا محمد رسول الله، لا يؤمن برسول الله ولا كده، إحنا عنده حق علينا على عينه ورأسنا. النبي عليه الصلاة والسلام زول دخل بلدنا، إحنا كمسلمين دخل بلدنا بتأشيرة أدينا الأمن والأمان، هنا حرام عليك انت تظلمه، واذا ظلمت خصيمك يوم القيامه النبي عليه الصلاه والسلام. انا اتحدى اي دين في الكره الارضيه كفل للناس حقوقهم مثل دين الاسلام. قال عليه الصلاه والسلام الا من قتل معاهدا، المعاهد ما مسلم لكن دخل بلاد الاسلام واعطوه الامن والامان. قال عليه الصلاه والسلام الا من قتل معاهدا او ظلمه او انتقصه او كلفه فوق طاقته او اخذ شيئا من ماله بغير وجه حق
فأنا خصيمه يوم القيامة. ده ما مسلم، فما بالك بالمسلم؟ يبقى ما دي تقول لي نسوية، نسوية دي هي يعني الظلم الذي يقع. إحنا بإسلام مرفوض الظلم عندنا، إحنا في اللي في ديننا المرأة لا تظلم ولا الرجل يظلم ولا العامل المشتغل معاك في البيت أو في المؤسسة يظلم. ويبقى المشكلة، ويبقى المشكلة ما في إشكال، يبقى خلاص يتحبوا شوفوا لكم حاجة تانية عملوا فيها. إذا بتقولي الآن في بعض المناطق، وأنا أدرى بها أحد وقد أكون أنا منها من المناطق دي، ده كلام بتاع الإعلام ساكت. ما في حاجة اسمها المرأة شغالة والرجل قاعد. إذا المرأة قالت أنا دار أشتغل، وين المانع؟ المرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعمل. نعم. عشان ما يجوا كده، إحنا الآن دايرين الطبيبة المؤتمنة في دينها، ما عندنا مشكلة. المرأة ممكن تبقى طبيبة، تبقى مديرة مستشفى، ما عندنا إشكالية أبدا في هذا الكلام. خلاص المرأة إذا أردنا أن تعمل في الزراعة، وين المانع؟ ما عندنا مشكلة. قالت أخوانا دار أعمل، ما دار أقعد في البيت، ما عندنا مشكلة. لكن لما نيجي تقول والله يا أخي الذكورية، إذا بتعلم الذكورية أنه الأب يقوم قصاد بنته ما تطلعي في أي زمن، ما تجي في أي زمن دائرة، ويبقى دي إشكالية. المرأة عندنا في الإسلام مقيدة بضوابط معروفة. شوف حتى اللبس ده حق الأبو. طيب شيخ سالم معلش على المقاطعة عندك، قلت هي مشكلة، وحتى إذا الأب قال للبنت ما تطلع في الزمن ده أو ما تجي في الزمن ده وغير. طيب السؤال المهم، من حقه ولا لا؟ من حقه، من حقه لسبب واحد. هذه المرأة إذا وقع عليها الظلم فلمن تلتجي؟ أنا الآن أسأل أستاذ حنان، إذا المرأة دي ظلمت وأنت ضد الذكورية أنه الأب ما يتسلط على الأم، ما يتسلط على البنت، الأخ ما يتسلط على البنت، إذا وقع عليك الظلم لمن تلجئين؟ بس السؤال أنا أجاوب عليه. أيوة. إذا وقع عليك ظلم، أنت قلت يا أبوي ما تسألني أنا طالعة 200 وجاية 200، ما تسألني أنا ألبس شنو ولا أعمل شنو، خلاص خلاك على طريقتك. مشيتك الشارع ده واحد لما فيك خنقك بتلجئ لمنو؟ اتزوجتي بالطريقه دايره انت، حصل لك ظلم من زوجك بتلجئ لمنو؟ اذا قلت تلجئ للابو يبقى خلاص، يبقى موضوع الذكوريه ده خلوه شنو برا. اذا عندك زوج ثاني تلجئ له يلا كلمينا بعد ده. اي نعم. ردك يا حنان على سؤال دكتور سالم. انا ذكرت في الاول انه هي حركه حقوقيه، ففكره الحركه انه احنا ما احنا متفقين إنه الإسلام مثلاً في وجهة نظر دكتور سالم إنه ما ظالم المرأة، تمام؟ طيب المجتمع هو الظالم، نرجع لإنه المجتمع هو الظالم. أنا حصل لي ظلم، هل جاء لمنه؟ هل جاء لإنه الحركة الحقوقية دي بتسعى لتغيير قوانين ووضع ضوابط تانية، وضع ضوابط قانونية مؤسسية بتتيح لي إنه أنا إذا تعرضت لضعف لظلم أعرف أرجع للقانون اللي هو بينصفني. لو انا ماشي في الشارع زي ما قال دكتور سالم وجزول خنقني وكده، فانا اكيد هيكون في قانون قاعد يحميني انا. لكن يا حنان، الاولى القانون ولا الاولى الاب اول الامر؟ القانون حينظم، ما حي احنا الانسانيه دي بتنظم الضوابط القانونيه اللي بتشكل المجتمع. الضوابط بتشكل المجتمع، المجتمع جزء منه الاسره، فأنا لما أضبط ضوابط في المجتمع كامل أو قوانين هي حتضبط لي الحاجات اللي بتحصل داخل الأسرة أو خارجها. ففكرة إنه لو وقع ظلم أنا هلجأ للأب، أي هلجأ للأب، هلجأ للأب وهلجأ للأخ، لكن ما هلجأ له كذكوري. ما هلجأ له كذكوري يعني يا أستاذة؟ ما هلجأ له كذكوري كشمي يعني؟ ما هلجأ له كسلطة أبوية إنه طيب فرضا أنا حاليا تعرضت للحادث اللي هو قاله دكتور سالم ده، لو رجعت للأب، الأب الذكوري هيكون عنده موقف، والأب الطبيعي اللي شايف إنه ده ظلم واقع هو رافضه هيكون عنده موقف تاني. الأب الذكوري هيقول لك أنت طلعتي ليه أصلاً؟ طيب حنان، أنا حابب أنا قلت ما تطلع في نفس الجزئية دي وحاجيك راجعة تكملي فيها هزات، لكن بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد، ونرجع لحنان تواصل في نفس الجزئية اللي وقفنا فيها قبل ما نطلع الفاصل. وشيخ سالم سألك سؤال واضح جدا، إنه إذا حصل أي موقف أنت بتقولي إن إحنا بنرجع للقانون. طيب وضح الفكرة بصورة أوضح شوية يعني عشان الناس كلها تقدر تفهم المقصود بالضبط شو. زي ما ذكرت إنه الحركة النسوية هي حركة مستمرة عشان ما تحقق حقوقية تطالب بالحقوق، اللي هي إنه تحقق قوانين تقدر تنصف المظلوم أيا كان هو مرأة أو رجل أو أيا كان. ففي حال إنه أنا شابة طلعت حصل لي عنف أو أي حاجة، فحرجع للقانون. نعم. ففي
ذكرت قبل الفاصل انه في تصرفين, في اب ذكوري ممكن تقول لك انت اصلا طلعت عليه, فدي الحاجه المرفوضه, دي الحاجه اللي احنا ضدها انه انت الغلطان. لا ليه تجرمني انا انه الغلطان؟ ثاني في واحد ممكن يقول لك انت كنت لابس كيف, او انت كنت عامل كيف, شكلك كان عامل كيف, او انت ليه مشيت في الشارع المظلم ده. فانا مفروض يكون في ضوابط او في قوانين بتحفظني من الاعتداءات الجايه دي اللي هي انه بتحصل في المواصلات او في اي حته لو ماشي في الشارع انه في زول بيتحرش بك لفظيا او جسديا او غيره من انواع التحرش. فحتى المنقبات ما قاعدين يسلموا من الحاجه دي. اذا قلنا انه الزي هو اللي الحاجه اللي بتحفظ, لا الموضوع ما عنده علاقه, الموضوع انه في المفروض يكون في ضوابط, المفروض يكون انه في قانون حقيقي بيمنع الظلم يقع على المراه عشان ما تتعرض للانتهاك ده اللي هو اذا كان تحرش او غيره. ازاي بيلعب دور؟ لا ما دائما انا بعرف منقبات هم قاعدين يتعرضوا لمضايقات سواء كان داخل مؤسساتهم او خارجه وهم ماشيين في الشارع. قال تعالى والزانية والزاني, ليه ابتدى بالمرأة؟ لأن هي بتصير الفتنة. كيف بتصير الفتنة؟ في جميع الآيات بتاعت في جميع الآيات القرآنية دائما بيبدوا للمؤمنين والمؤمنات. مش معنى في الآية دي بس قال إنه الزانية والزاني. ليه كيف أنا بصير الفتنة؟ أنا كيف بصير الفتنة كمان؟ لا يعني هل الغريز دي عند الرجل بس؟ هي عند الرجل غريزة, غريزة بس هي عند الرجل. أنا بس كذا ككائن حي أنثى, أنا جيت كذا شاف لي رجل هيقوم يسترغل يسترغل فجأة كذا دي أي إن كان. أنت تطري على كلام ساري يعني دي غريزة حيوانية؟ لا ما عنده أثر. أنت بعد ما تكوني لابسة كويس يكون هو بعد اعتدى عليك سواء لفظيا أو جسديا أنت من حقك تاني تقولي الكلام ده, لكن أنت بعد ما تأمني نفسك تلتزمي بجميع الضوابط. طيب انا ليه ما اكون في ضوابط, في ضوابط وقوانين بتمنع الرجل ده انه هو يعتدي عليه من الاول؟ ليه انه ما يكون انه الرجل ده يتحاسب اذا هو اعتدى عليه جسديا او لفظيا وانا ماشي في الشارع او في المؤسسه غير المؤسسه بتاعتي؟ ليه بيكون في حالات تحرش من اساسه عشان لبسي؟ لا ما عشان لبسك, عشان انه هو قاعد يستخدم الحاجه دي كوسيله بتاع الضغط عشان يظهر انه النساء ضعيفات وعاطفيات. يعني كل المتحرشين في الشارع العام حاليا هم بيعملوا حاجه دي عشان يثبتوا للناس انه هم النساء ضعيفات. ما بس اثبات, هم بيتحركوا بالمريض متحرش هو انسان مريض بالضبط. احنا اتفقنا على الحاجه دي, انسان محتاج قانون انه يحكمه, محتاج قانون انه يوقفه في حده. اغلب الرجال اللي بيكونوا ماشي بيتحرشوا ديل هم رجال مرضى, رجال ما قادرين يديروا حاجاتهم فبيصبوا غضبهم على المرأة بتحرش بغيره بغيره. المغتصب برضو أو أي كان يتفر, أي رجل بيعنف توك أي كان نوع التعنيف اللي هو بيعنفه. فالحاجة دي كيف أنت هتضبطيها في الدين الإسلامي؟ بالزي؟ لا ما بيضبط, لأنه في نساء قلت لك أنا بيكونوا لابسين الزي الإسلامي دو النقاب أو غيره وبيتعرضوا للتحرش, ممكن ما يركبوا أو ممكن ما يطلعوا الشارع. طيب الحاجة نحن كلنا بنتفق على انه الحاجة دي بتحصل على الناس عندهم مرض نفسي, لكن سارية قالت الزي له أثر كبير جدا. كيف يا سارية؟ في ناس طيب. هي زي ما ذكرت في ناس منقبين وبتعرضوا طيب. للمواقف دي في الشارع. أول الحاجة طيب. سواء كان الرجل أو المرأة نحن عشان نعمل حد للموضوع ده نحن ربنا أمرنا بأنه نحن نغض البصر, الرجل يغض البصر عن المرأة والمرأة تغض البصر عن الرجل. فتاني من الجانب الثاني الاحترازات, نحن عارفين انه هو المرأة هي مصدر الفتنة. المرأة دي حتى لو كان انه هي لابسة كويس هتتعاملي مع المرأة كمصدر بصوتة ممكن تصير الفتنة حتى لو كانت ما تتكلمي ما تطلعي في البرنامج. صوتك فضوع في القول, صوتك فتنة. لا الفضوع في القول صوتك فتنة. انت لا معاي انت ممكن تتكلمي, ما ممكن تقولي لي صوتك فتنة. ما تتكلمي بمياعة, ما يكون في خضوع في القول. كيف تحددي الطريقه اللي تتعامل بها المراه في 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 تتعامل تحدد الانسان انه هو يتكلم كيف؟ يمكن هي صوتها كده. انت كيف بتحدد صوتها كده؟ حاجه هي بتصطنع الحاجه دي حتى ده ميوع حقيقي. ده معناته انه انت بتتهمي النساء, اي مراه قاعد تتعرض لتحرش انها هي اللي بتفتح الباب ده. لا
ما النساء هم اللي بيفتح الباب. الرجل هو اللي التزمتي بالضوابط. انت اذا التزمتي بالضوابط بعد ما انت عملتي التزمت لبستي كويس التزمتي بكل الحاجات الثانيه, هو يتعدى عليك هو انسان مريض. دي طيب هل المجتمع السوداني كله مريض؟ هل المجتمع السوداني كله مريض؟ يا حنان هي قالت اذا التزمتي بكل الضوابط هو عمل الحاجه اللي نحن بنتكلم عنها هو انسان مريض. طيب اذا غير كده, اذا غير انه هو انسان مريض معناته هي وانت غير ما معناها انت غير ملتزمه, معناته هي كانت مصدر الاثاره. هي انت بتتعاملي مع المراه مصدر الاثاره في النهايه, تتعاملي معها في انها هي اداه بس جنسيه وقاعده تثير في الرجل. المراه ما كل همها الرجل, ما كل همها الرجل عشان هي تثير او رجل. دي المراه, المراه ما كل همها انها هي تثير الرجل. الرجل يتحكم في نفسه تبي كنترول. انت قلتي انه الدين الاسلامي امل الرجل انه يغض البصر زي ما امل المراه انه تغض البصر. الامتياز اللي بيخلي انه الرجل في الحاله دي هو الضعيف والمراه هي القويه شنو يعني؟ يا حنان قبل انت وصفتي النساء انهم هم ضعيفات. طيب. وبيمشوا بالمشاعر. جيتي نسختي كلامك حاليا وقلتي انه المراه قويه وممكن هي تغض البصر, لكن الرجل ما هيقدر يغض البصر لانه شافك وانت مراه قدامه او انت خضعتي بالقول. ولو هو اصلا مصطلح مايع يعني انا ما فاهمه خضعت بالقول دي تكلمت كيف. طيب ردك يا ساري. انا برجع لك نفس النقطه انه انه هو الرجل بيفكر بالطريقه دي, دي حاجه ما بقدر اتحكم فيها تمام. فعشان كده احنا ربنا امرنا نغض البصر. ثاني حاجه انا بقول لك انه حتى لو انت لبستي كويس برضو ممكن سبب واحد او حاجه واحده ممكن انه هو تخليني اتصرف كده صح. اذا عينه هو اللي ضعيف, اذا عينه ما شافتك انت ما لابسه كويس لو سمع الصوت ممكن الرجل ما يبقى انه الرجل هو الكائن الضعيف. ما المراه هي الكائن الضعيف. انت كده تفسفتي كلامك. يبقى انه هو ما بيستحق القوامه اللي هو واخده ولا بيستحق انه هو يكون في درجه اعلى. ما بيستحق القوامه للدوله وربنا يعني ما بيستحق, ما بيستحق المكان اللي هو واخده, ما بيستحق انه هو يكون عنده السلطه اللي هو قاعد يتكلم فيها. عن هذه هو ضعيف ده. طيب الرجل هو ضعيف. وصفت المرأة بالضعف. جيت نسفتي كلامك. وصفت المرأة إنها هي بتتبع مشاعرها, بتتبع أهواءها. دقيقة خلي ساري تكمل كده فكرتها بالراحة. طيب ساري تقول ما نتعارض معاهم. تقول المرأة بتحب تشوف نفسها إنها هي حلوة. هي ما للرجل, لنفسها. أنا عايز ألبس حلو عشان أشوف نفسي حلوة. أنا عايز أعمل ميك اب عشان أشوف نفسي حلوة. طبعاً الرجل محيط في حاجة يعني. انتوا ناسينا يا جماعة. ليه ما في القرآن بتقول زينة المرأة للرجل؟ لحظة. هي بتقول انه الرجل هو المكمل عقليا مكمل كامل. النساء ناقصة عقل ودين. ناقصة عقل. الرجل ما قادر يسيطر على نفسه انه ما ينتهك حقوق المرأة اللي قدامه دي مهما كانت هي لابسة شنو. ما قادر يتعامل بعقل, بعقله الكبير الكامل المكمل الامكن منه ما في. وانه يعمل كنترول لنفسه وما ينتهك ينتهك المرأة سواء كان بالتحرش او غيره او غيره. طيب انا اجيب لك اول حاجة في اول جملة تقولتيها انه النساء ناقصة عقل ودين. النساء ما ناقصة عقل ودين. ناقصة عقل لأن هي ناقصة عقل عشان هي الشهادة بتاعتها شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل. شهادة رجل. طيب شنو الخلل الحاجة دي؟ شنو الخلل إنه هي ناقصة عقل عشان الشهادة بتاعتها هي بشهادة مرتين؟ طيب يا حنان انت قصدك بتستهوني بكلام سارة؟ لا ما بستهون بكلام سارة. انا بقول انه سارة قاعدة تناقض في نفسها. سارة قاعدة تناقض في نفسها عفوا. انه ما ممكن توصفيها انه في الاول هي ضعيفه تمام, بعدين تيجي تقولي انه لا هي فاهمه انه الزينه دي هي ليها هي, لكن الرجل ما هيقدر يفهم انه الزينه دي ليها. طيب المرأة ممكن انها هي تتزين في البيت لكن لما تطلع تكون ملتزمه بالحجاب. انا عايزه اتزين برا في الشارع, عايزه امشي وانا لابسه لاي زول يشوفني بطريقتي. انا عايزه لاي زول يشوفني. انا عايزه كده محامي بس انهم يشوفوك بالطريقه انت عايزه لا انا عايزه اشوف نفسي كده. دي حاجة ذكرت في القرآن يا حنان. أنا عايزة أشوف نفسي كده. أنا ما ضد الآيات القرآنية. أنا ما ضد الآيات. طيب كلامك بدل على إنك أنت ضد الآيات. أنا بتكلم عن إنه دي حرية بتاعت مرأة. دي المرأة. حرية بيتها. حرية المرأة في بيتها. حرية المرأة في أي مكان, في بيتها, في المؤسسة اللي هي شغالة فيها, في الشارع العام. إحنا ناس. أنت طالعة لمجتمع مختلط. أنت حتلتزمي بالضوابط. طيب في نساء ما مسلمات.
في نساء ما مسلمة. الما مسلم ده هو ما مؤاخذ، أي شخص عنده دين بيختلف. طيب. أي دين عنده معتقدات طيب. مختلفة طيب. لكن الحرية اللي أنت بتتكلم عنها يا حنان متنافية تماما عن كل الدلائل اللي بتقدم فيها سارية اللي هي القرآن. يعني يا نجوى إحنا قاعدين نتكلم عن إنه حتى في الدين، حتى في الدين نحن مستويات، يعني ما نفس ال 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 كيف مستويات؟ طوائف ومستويات طوائف. أنا قاعد أتكلم عن الدين كأنه يعني في نساء مسلمات ممكن يكونوا ما محجبات. هل هذا عن درجة الإيمان في الشخص؟ ما درجة الإيمان، ممكن تكون درجة الإيمان، حتى ممكن تكون المعرفة الكاملة بالإسلام، أو ممكن تكون درجة الإيمان في الشخص دي حتى فيها. إحنا مطالبين بالعلم، إحنا مطالبين إحنا نمشي نبحث. طيب هل 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 هل, هل, هل كوني زولة ما محجبة ماشي في الشارع ده بيدي الرجل صلاحية إنه هو يجي يعتدي علي ويتحرش بي؟ طيب هل كوني دي بدي صلاحية؟ سؤال واضح يا سارية، الكلام الحاجة اللي قالتها أنا درجة إيماني ما مخلي يعني أتحجب. الحاجات اللي بتعملها أو بتلبسها في الشارع هل هي ممكن تخلي الرجل إنه ما يغض البصر؟ طيب ربنا زي ما أداه الغريزة بتاعت تجاه المرأة عشان عارف إنه هو ممكن يصل لحد إنه ما يقدر يسيطر عليها، فعشان تحافظ، عشان يحافظ على المرأة أمرها بالحجاب خارج منزلها. انت في منزلك اعمل حاجه انت عايزاها خارج المنزل عشان تحافظ على نفسك، ما عشانه، عشان تحافظ على نفسك انه هو ما يتصرف معك التصرف ده. ما في النهايه هي دي غريزه ربنا خلقها فيه. طب الغريزه دي زي ما مخلوقه عند الرجل مخلوقه عند المراه، ايش يعني معنى المراه بتعمل كنت هي نفس الغريزه قاعده هي. انا بتكلم قبل ثبتت لساريه. طيب يا حنان انا معلش حاجيف معاك بس في جانب واحد، يا ريت نوضح للمشاهد. انا طبعا ما دايره مين لاي واحده فيكم، انا بس بوضح في فكره معينه. انت بتقولي غريزه الرجل نفس غريزه المراه، يعني حاليا المراه دي اذا شافت اي رجل ماشي في الشارع بنفس الغريزه بنفس اي حاجه عند الرجل نفس الشيء؟ نفس الشيء طبعا اكيد ما في اختلاف، لكن خلص. الرجل باعتباره انه لا جاسب هلالية، ما في قانون بيمنع انه هو يأذي المرأة اللي قدامه فقاعد يأذيها سواء كان لفظيا او جسديا، لانه ما في ضابط بيمنع انه هو يأذي المرأة. انا اذا في قانون بيعاقب المتحرش ده ما كان هو تاني يتحرش او يفكر في انه يتحرش، ما في قانون لا جاسب هلالية. لاقي انه التشريعات اللي قاعدة في 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 الدولة ومؤسسات الدولة او في المجتمع هي واقفة في صفه، ما واقفة في صف المرأة. إذا سارية هي بتتكلم لي عن إنه أنا ثبتت إنه يا وسارية اتفقت معي إنه الإيمان درجات، أنا مؤمنة لكن ما عايز أتحجب، أنا مسلمة لكن ما عايز أتحجب. لا لا نحن مطالبين بإنه نحن أنا يا سارية مسلمة وأشهد أن لا إله إلا الله وما ما محجبة. مطالبة هل ده بيد الرجل القرآن مطبق والحاجة دي مذكورة في القرآن. كملي واضح كلامك عادي يا حنان معاك. هل بيدي كوني مسلمة ما محجبة ماشية في الشارع بيدي الرجل حق انه هو يجي يعتدي عليه ويتحرش بي؟ لا ده بيديه حق؟ لا، يبقى انه احنا محتاجين للحركة النسوية الحقوقية تستمر عشان ما تخض ضوابط تمنع الحاجة دي انها هي تحصل. ربنا عشان عارف انه هو الرجل فيه شنو عشان تحافظ على نفسك امرك بالحاجة دي، امرك بيني بالحجاب. انا ما عايزة اتحجب يا سارية، انا ما عايزة اتحجب. هل الموضوع استحمل؟ استحمل استحمل. طيب ده ما ظلم واقع، انت الشيخ سالم قال طيب انت الاسلام ضد الظلم ما عايزه تطبقيها استحمل النتائج بتاعتك. طيب انا ما عايزه طالب من الاسلام، انا عايزه طالب بانه يكون في قانون بيحسم لي الحاجه دي انها هي ما تحصل. طيب القانون هو اهم او اولى من الاسلام يا يا يا, يا حنان؟ حتجاوب طيب لنا القانون حتجاوب لنا حنان وانت حتردي وحنجي اكيد لتعقيب شيخ سالم اللي احنا كلنا منتظرينه، ولكن بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد. بعض الخلافات والنقاط اللي اختلفوا فيها سارية وحنان انا حخلي التعقيب يعني يا شيخ سالم، هم اختلفوا في بعض النقاط. حنان بتقول انه لابد من انه يكون في قانون وبعيدا عن السلطه الابويه، وساريه بتنافي عن كلامه تماما وادتنا بعض الادله، فنحن محتاجين لرايك. انا بقدر اعلق على اختنا حنان، هي ما قدرت تثبت على الحركه النسويه دي فقط هي طالب حقوق، يبقى هي مشهد لحد اكبر من كده. النقطه الاولى انا قبل الحلقه سالت اختنا هل انت مسلم؟ قالت مسلم، احنا كلنا مسلمين، وهي الان في الحلقه قالت انا مسلمه واشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، لكن جاءت وقالت انا مسلمه وما عاوزه اتحجب. والله ده كلام خطير ومناسب،
ده كلام خطير جدا. اذا انت مسلمه اي مسلمه ما مع الاسلام، الاسلام هو الاستسلام لله، الاسلام انه لما يامر بشيء انت تستسلم لله. طيب انت مسلمه اي الله امرك بالحجاب في القران الكريم، هذا ربنا ده خالقنا ده خلقنا ده سوانا ده رازقنا جل جلاله سبحانه. قال الله يا ايها النبي، ومش لان احنا كمسلمين، لا لا لا، بدا بامهات المؤمنين. يا ايها النبي قل لازواجك، ازواج النبي مش امهاتنا وازواجه امهاتهم كما قال الله جل وعلا. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين. انت مش داخله فيها استاذ حنان، داخله في نساء المؤمنين صحيح؟ جاوبيني، داخله في نساء المؤمنين، ممتاز. ما خلاص كبير اتفقنا ان هي داخله في نساء المؤمنين. يدنين عليهن من جلابيبهن، ليه؟ قال الله ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. حنرجع لكلام اخوتنا ساريه، لما تكوني محجبه ولابسه الحجاب اللي الله امرك به، صدقيني ما في احد يمد يعني عينه عليك ولا لسانه عليك ولا يتحرش به. انا الان اكثر واحد وصل الشباب وانا محاضر في الجامعه، طيب والله الشباب يقولون احنا البنت المحجبه لما تجي بندقب لحد ما هي تمشي، بنحترم البنت المحجبه، بنحترم البنت المنقبه، بنحترم البنت الملتزمه بدينها، خلاص؟ عشان كده تلقى الشباب الواحد تلقى طالع ومارق مع البنات، لما يجي يتزوج يقول لك يا مولانا ما شفنا واحد من بناتكم. طيب ديك ما لا يعني ما تتزوجها، يقول لك لا انا لا اؤمنها على 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 معدن على اولادي ولا على التربيه، يبقى الحجاب ده مطلوب امر الله جل وعلا به. انت مسلمه لا تحجبي، يبقى انت شيرتك مع ربنا. الله جل جلاله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. انت تقول انا حره ما البس، لا انت كده عصيتي الله والرسول، والا ما مسلمه، قولي ما مسلمه، يبقى انت ما محاسبه. ربنا قال معلش، الله قال انا تكلمت كثير وغير انا ساكت، انا عندي نقاط كثيره استاذ انا أيوة، لو ما خلصت منها ما حاسكت. لحظه خليني اكمل كلامي. انت تكلمت عن انه ربنا امر النساء الحجاب عشان هم ما يضلوا او ما يطغوا، خليني اكمل. نفس الوقت قلت وفي نفس الوقت الاخت ساريه ذكرت انه ربنا امر بغض البصر للرجل والمراه، لا الاثنين للرجل وللمراه الاثنين. فمعناته انه عدم غض الرجل او الشباب اللي انت بتتكلم عن انه انت قاعد فيما وسطهم فيما بينهم واللي ما بيغضوا البصر، هم ديل هم برضه مذنبين نفس ذنب الزول اللي ما محجبه. نعم انت شايف انه لا طيب لا 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 انا خليني من ذا الله انت منحاز ليهم هم كشباب حاليا، كلامك فيهم انحياز ليهم هم كشباب ذكور، انت شايف انهم هم يذنبوا براحتهم بس بعدين لما يجوا يتزوجوا حنعمل معاهم يقولوا لنا شوف لنا الزول المحجبه. الكلام هو ما بينحاز، بس وضح لنا في خلينا كمان يبقى انت مسلمه ماموره بالحجاب والا تكوني عاصيه لله، عاصيه ما خليك من كلامي، خليك من كلامي. لا عاصيه لا 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 ما هو شوفي معلش، هو ما في انسان يدوب على وجه ارض معصوم ولا محدثكم، كلنا مذنبون ومقصرون في حق الله، لكن ربنا ساتينا بستره. يبقى ده ما في كلام، انت ما رسول لما رسول اي زول، لا تقول لي شيخ، لا تقول لي عالم، لا تقول لي تقي، لا تقول لي هو يقع في الذنوب والمعاصي، لكن ربنا ساتينا بستره ما في خلاف. لكن انت كمسلمه قلت لي انا مسلمه، الله امرك بالحجاب. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ربنا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انا الان لو سالت الاخ السؤال وما تجيب لي اسئله بعدين، هل بيصوم رمضان؟ طبيعي طبيعي، ممتاز. يبقى ليه؟ لانه الله امر به صح؟ لانه الله امر به. هل بالزكي لو الله اداك مال وبلغ النصاب هل بالزكي؟ ما في علاقه ما بين الحاجات. معلش بس سؤال هل حتزكي؟ خلاص انا حجاوب، حتزكي لما الله يجي يقول لك اتحجب ليه؟ بتقولي انا حره. طيب في رمضان تقولي حره، ما تصومي رمضان، قولي انا حره، ماذا رسول ليه اتعب؟ ايهما اكثر مشقه؟ الصيام التعب من الصباح وانت قلتي بعدين نسوان اشتغلي، انت كمان امشي اشتغلي في 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 الخلا وصومي رمضان، تقولي انا انسانه قويه. طيب الله قال لك صومي، قلت سمعا وطاعه انا صايمه. زكي، انا زكي، مشيت الحج انا دار حج انا دار عمر. طيب اول تجي حجاب يقول لا،
وين هل الدين ده كمان انا ما قاعد اتكلم معلش معلش بحسب لا لا تكلمت كده معلش انه الحاجه دي انت بتقولي انا مسلمه وضعها وذات حجاب مسلم صح. مسلمه انا ما قاعد اتكلم عن انه انا كحنان انا بتكلم عن انه في نساء مسلمات لما قلت لا انا اتكلم عن انا لا خلي النسوان انت الان قلتي انا كمسلمه ما عاوزه اتحجب دي انا ما خطير. محجبه ما قلت ما عاوزه اتحجب انا ما محجبه ما قلت كلامك يا حنان انت قلتي انا مسلمه لكن ما عاوزه اتحجب عشان كده يلا ممتاز يا ايها المشاهدون الكرام اي واحد يقول انا مسلمه نسويه ولا رجاليه اي واحد مسلم خلاص يبقى خلاص اشكالي انت الان اذا بتقولي الحركه النسويه تطالب بالحقوق احنا كمسلمين بنطالب بحقوق المراه التي كفلها لها الإسلام حقوق مع قيود يا أستاذ طيب القيود طيب مش. أنت الآن كحركة نسوية دائما تطلع الساعة 2 صح دي من ضمن بنودكم قولي لي دي من ضمن بنودكم ما يعني من ضمن بنودكم نطلع الساعة 2 لكن طيب. ممكن في حاجات طارئة تخلي إنه المرأة تطلع الساعة 2 يا سلام يا سلام جدا إذا حصل مرض حصل وفاة وما حتطلع براك ليه لأنه أولا أنا بطلع أولا ما حتقدري ولا حتى تقدر تطلعي براك ليه؟ ولا خليني ما اقدر شنو؟ هل ما عندي رجلين؟ لا مش ما عندي رجلين ما حتستطيعي ليه ما استطيع؟ ما انا بتكلم عن طيب. انه الحركه النسويه هي حركه بتاعت حقوق عشان انا اقدر اطلع في الليل ويكون حاسه بامن وامان انا الامن والامان مين؟ يا استاذ اسمعي كلامي لما يكون في ضوابط شرعيه ما حتلاقي الامن والامان ليه؟ لانه ربنا قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن الامن ده هنا عام انت كنسويه خلاص بكره اذا ما تتزوجي في زول يدق الباب الساعه 3 ما تقول الراجل قوم يا راجل شوف الحصص قومي انت كنسويه قومي انت كنسويه فيبقى ده كلام مرفوض ده كلام ما في العقل انا الان مشاهد مشاهدنا الان ده كلام خارج بال مسحت كلام ما له اي عقل كيف كلام خارج بال انه الحركه النسويه ما عندها اي ده كلام فارغ ساكت شوفي يا اخي ده كلام فارغ ساكت عشان كده ربنا انت مسلمه تتقيدي بما امر الله جل وعلا به عشان كده احنا نقول الاسلام بالليل حصل لك طاري الراجل يقوم يشيل في ظهره ده في حركة النسوية ده كلام فارغ كلام فارغ نسوية كلام فارغ كلام فارغ والله طيب ما هل هينزل المرأة شنو أو هل هينزل هيشيل الظهر والظلم هو شنو أنا جايب أنت شايف إنه يا أختي كريمة النسوية كلام فارغ يا أختي إحنا شايفين النسوية ما كلام فارغ يا أختي يبقى إنه أي حاجة أي حركة تتطور حركة حقوقية هي ما متطورة عشان هي كلام فارغ أنت بتصف فكرة قائمة على إنها كلام فارغ فالكلام طيب الفكرة إذا بدنا في الدين والإسلام الفكرة ما عندها أي مرجعية أنت من بين تكلم كلام ساكت أنا أتكلم لك بنصوص أنا أقول لك إذا النسوية دي قائمة ضد الظلم تطالب الحقوق الحق ما بتجي إلا في الإسلام أنت بالليل حصل لك طاري تقومي أبوكي أخوك زوجي أنا ما عندي أخوان أه؟ ما عندي أخوان حلو عندك في وحدي ما عندها عندك أخوان أبوها متوفي عندك أبو؟ ما عندها حلو. رجل في الدنيا يا سلام ممتاز عندك عم ما عندها مقطوعة من شجرة ما في رجل مقطوعة من شجرة ما عندها أهل حلو جاي من شجرة من وين في شجرة بتالي بتجيب إنسان ما عندها جاي من وين طيب الأسرة كلها يا حنان غربة مرأة ما في أي رجل الوديك غربة براك شنو؟ مدى الإسلام لكده يا اختي خلينا بالحق يعني انا ما مفروض يا اسافر الكريمة. ما مفروض اسافر واغترب لانه الاسلام ما يعنيني الحياه دي كذا امرنا ربنا عشان ما ادري تقولي انا ظلموني وعملوا لي الاسلام قال لي كده يا اختي يعني الكريمة. أنا يا أنا. اختي يا أستاذ يعني الظلم ده بيجيبوه براهم ناس الحركة بيجيبوا نحن برانا انت لما تقولي يا أستاذ انت بتقولي اذا اطلع الساعه 2 بالليل العلماء شوفي احنا مسلمين العلماء يقولون الليل مظنة الفساد الليل الفساد ممكن يحصل بالنهايه برضو على اصبر نعم نعم لكن الليل مظنه الفساد عارف الدليل شو انت عارف الادله النبي عليه الصلاه والسلام مش ده رسولنا ده النبي عليه الصلاه والسلام والشيطان ما يقدر يجي عليه كان معتكفا فجاءته امنا صفيه رضي الله عنها كانت طويله جاء في 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 كده انا كان من اطول نساء النبي عليه الصلاه والسلام فجاءت وسلم على النبي عليه الصلاه والسلام في المعتكف وقام قدمها شوف الكلام ده يقدمه لحد مع انه بيته كان قريب من المعتكف يا اختي يا استاذ انا ادعوك واحسن وانا داير لك الخير واسمع كلام اللي بكيك ما تسمع كلام اللي بضحك دي انا اول حاجه نصيحه ليك والله العظيم والله اي زول يفارق طريق الاسلام ده يندم ندم في الدنيا خليتهم كلامي في الدنيا وفي الاخره النبي عليه الصلاه والسلام قدم امنا صفيه ما داير يخليها براه مع انه البيت قريب لما هو ماشي بالليل في صحابه اثنين جو ماشيين اول ما شافوا النبي عليه الصلاه والسلام قاموا استعجلوا مشوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم على رسلكما اقيفوا ليه مستعجلين
إنها صفية. الصحابة قالوا يا رسول الله أو فيك أنا شو؟ يعني دارت لنا دي زوجتي؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. سألتك بالله لو الآن جيتني كده ما لخطة طرح خطة كده جيتني داخل الساعة واحدة ونص بالليل اثنين ونص بالليل الجيران حيقولوا عنك شو ما معك أي زول جيت داخل كده الساعة اثنين ونص حيقولوا يصفقوا ليك نظرة المجتمع ما نظرة نظرة المجتمع خلي الذكوري ولا غير الذكوري نظرة المجتمع طيب؟ أيوة صبغت بالحاجة دي إذا قصدت بيتك أي مكان أو المكان اللي أنت قاعد فيه مثلا لغرض استشفاء أو غيره أو طلب مساعدة هاي 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 أنا أحتكم لنظرة المجتمع بس ليه ما نظرة المجتمع أنا أقول لك ما نظرة المجتمع داخلين في داخلين في إنه أنا جيت داخلة عارفين إنه أنا جيت داخلة لشنو سلام لما نيجي معاك أخوكي ما بيتكلموا هم بيزعلوا ده قصة شيخ سالم هذه نقطة معلش خلينا نمشي لنقطة ثانية بعدين قلت جبال قلت يعني الأبو الذكوري والغير ذكوري ما الفرق بينهما دي نعرف والله بدي نعرف الان الاب الذكوري شنو والاب الغير ذكوري هذا ذات علم كذب ورينا الفرق عندك اجابه يا حنان ليش ورينا الفرق شنو الذكوري هذا المشاهد ده ما يتخذ شغل النسويه انا والله هكذا فارق صدق ما له اي مستند انت شغله انا مستر علينا الموضوع ده كلام فارغ الموضوع ده في دراسه يا اولاد كلام فارغ ما الفرق بين الاب الذكوري والاب غير الذكوري ما الفرق بينهما نتكلم عن الشخص الذكوري سواء كان رجل ولا مراه ولا غيره في امراه ذكوريه في امراه ذكوريه ما هي في امراه ذكوريه اللي هي قاعده في المجتمع اللي انت قلته اسفه الفكره في الذكوريه ما انه ذكر كرجل مميز بال 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 كرجل يعني كذكر لا الفكرة إنه هو رجل قاعد يوقع ظلم على المرأة ويستخدم نقاط القوة الموجودة عنده ضد المرأة. ده إحنا متفقين في إسلامنا. ده ذكوري. ده عمل ده جزاء شنو؟ أنت اتفقت يا شيخ سالم مع كلام ساري قبل إنه الرجل. أنت عمل ده جزاء شنو؟ يعني. لا ما القوة نقاط القوة اللي هو قاعد يستخدمها بيستخدم العنف بيستخدم سلطته الأبوية سلطته الأبوية اللي هي اللي أداها له المجتمع واللي مفروض تنتزع منه. واللي أداها له التفسير الغلط وأداها له الدين أداها له بغض النظر عن شوفي أداها له شوفي بغض النظر شوفي ربنا قال الرجال قوامون على النساء تبين ما كملت الآية دي إشكالياتنا وبدي تقولي الشغل بيفسروها أنت عارف التفسير ده يا ما فيه مؤلفات أنا تخصص تفسير علوم القرآن الدكتور أحمد قديم تفسير علوم القرآن طيب اتفضل يعني لما تيجي تقول بيفسروا على هواه اسمع الهواء تفسير عنده أصول قايمة عليه علماء أخذوه عالم عن عالم عن عالم إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما يسمى عندنا بالسند المتصل طيب قلت الرجال قوامون على النساء شوف كم الآية الله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا إحنا عندنا الإسلام من تكريم الإسلام للمرأة أن تكون جالسة في البيت معززة مكرمة إذا مرضت أذهب بها إلى المستشفى وعالجها في أحسن مستشفى إن من الله علي بالمال نعم. خلاص وأطعمها بما لذ وما طاب وأكسوها بأجمل هل كل الرجال المسلمين قاعدين يعملوا في الحاجة يا سلام إذا كان في إذا في مقصر هل كل الرجال المسلمين ما كلهم يبقى في إشكالية في المسلمين وليس في الإسلام تفقي معي تتفقي معي الإشكالية أنه في مسلمين بيكذبوا صح في مسلمين بيكذبوا في مسلمين بيكذبوا صح في مسلمين ظالمين صح في مسلمين فاسدين صح يبقى الإشكالية ما في الإسلام إنما الإشكالية في المسلمين في نساء مسلمات ما محجبات مذنبات بإنهم ما محجبات ده ما معناته إنهم يطلعوا من الإسلام ويستحقوا إنهم يتحرشوا خلينا نشوف رأي سارية هل عندك رأي بتوافق مع شيخ سالم أو حنان أنا كلامي بتوافق مع دكتور سالم إنه المرأة الإسلام كفل لها حقها كامل نعم فما يعني زي ما بقول إني لو حصل لك أي حاجة ممكن تستعيني بزوجك بأبوك بأخوك بأي كان لا بد من إنه على العموم يكون في ولي أمر يعني ولي أمر. وكان أب أو أخ أو عم أو خال أو أيا كان يعني زوج من الأغارب أو من الأسرة بطل من الشجرة أيوة. بطل من الشجرة يبقى ده كلامك أنا ما أقدر أدخل فيه ما في أحد في الدنيا دي شوف حتى الأبناء غير الشرعيين إن صح التعبير عندهم أبو عندهم بس للأسف ما أحسنوا إليه صحيح شوف كيف ودي إشكالية الجمهورية يعني. يا أستاذة اللي أنتوا بتنادوا فيها النسوية دي دارين المرأة تمشي تعمل علاقات محرمة لما يحصل من قال إنه النسوية
هي عايزه المراه تعمل علاقات. طيب هلا يبقى الان طيب انا 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 اذا في هم يا حنان ده اتهام مو عندك الحاجه اللي ترجع للنسويه عايزه المراه انها تعمل علاقات. طيب النسويه هي واحده من الحاجات اللي بتنادي بها انه يكون المراه في امان من انه هي الامان بيجيها من وين من وين ممكن من كلامي المراه تكون في امان من انه هي تكون بتستخدم عشان ما تتعمل العلاقات محرمة اللي انت بتتكلم عنها. المرأة انها هي تكون انه المرأة هي تكون اللي متحكمة في الحاجة دي او اللي هي قادرة انها تحدد انه هي تعمل علاقة. يعني السلطة تكون عند المرأة. السلطة ليه ما تكون عند المرأة السلطة؟ ليه ما تكون عند المرأة السلطة؟ طيب اذا سلطه بيتكلم عن انه يا استاذ بيتكلم عن انه النسويه بتنادي بانه يكون في علاقات محرمه. طيب لا سؤال. النسويه ما بتنادي انه يكون في علاقات. طيب لك كلامي معلش بس هي حره في علاقاتها حره في انها هي تختار عايزه تتزوج فلان او ما عايزه تتزوج فلان. احنا موضوع الزواج ده قاعدين احنا جايين وراه في نقطه ثانيه لكن احنا يا استاذ حنان ما قاعده خلينا في العلاقات المحرمه. كلامك ده ما عارف انت بتقولي شو. انت قلتي الان معلش انت قلتي الان المرأة هي اللي تتحكم في نفسها صح؟ طيب تتحكم في نفسها عندها الحرية المطلقة صح؟ عندها الحرية المطلقة حلو ممتاز. دار تعمل علاقة مع شاب شافته وعجبت له دار تعمل معه علاقة. عندكم حرام ولا حلال؟ ما عندنا حرام ولا حلال. النسوية ما دين. 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 زي ما العلمانية ما دين. الفكرة إنه هي ما دين. هي ما جاية عشان دين. حنان بس إذا هي جاية عشان تكون حرام. أنت قبليتي إذا سمحت لي يا شيخ سالم. حنان دكتور سالم بيقول لك سؤال واضح حاليا إذا الزولة المنتمية للحركة النسوية دار تقويم علاقة سواء كانت شرعية أو غيره أو غير شرعية مع رجل عندكم حرام ولا حلال؟ بس. الحركة النسوية ما فيها حرام ولا حلال. هي يبقى دي معنى ما عندها ضوابط ما عندها عشان كده قلت كلام فارغ. لا طيب مشاهدين كلام فارغ حلال ما عندهم ضوابط يا اخي. ناس المرور عندهم ضوابط. ناس المرور اسي حرام انك تقطع الاشاره طيب الحمراء صح؟ طيب ليه؟ لانه فيها خطر على نفسك. طيب الدين ضوابط حرام حلال ضوابطكم شنو؟ الدين فيه حرام حلال لانه ده دين. الحركه النسويه حركه حقوقيه ما فيها حلال ولا حرام. طيب فيها ضوابط فيها ضوابط بتاذي الانسان ده ايا كان هو راجل ولا مره بتاذيه والحاله دي المفروض تتخطى لها ضوابط. الضوابط ما طيب الضوابط شنو والقوانين شنو؟ في قوانين رادعة. طيب القوانين شنو؟ انه ما يكون انه يحاسب اي انسان بيوقع ظلم على الانسان الثاني. ده متفقين فيه. انت عارفه يا استاذ حنان لو عندنا الراجل في الاسلام مزوج مرتين قامش الزوجة الثانية دي قصة ثانية كمان. اي طبعا ده دي قصة ثانية طويلة شديد. خليك كمل كلامك كده خلي شيخ بسنا وثلاث وربع. انت يا احنا كلامنا واضح لكن انتوا قاعدين توصلين لفكرتكم. كيف ما عندكم ضوابط؟ لا عندكم حرام وحلال. جيتوا جايين من وين؟ نحن ما دين. حركة النسوية ما دين. حركة النسوية ما دين. فكر. طيب الفكرة ده الضوابط. ما هي ضوابطكم؟ ما هي ضوابطكم في التعامل مع المرأة؟ كيف تنظر للمرأة؟ ما هي الحقوق؟ ما هي الحدود في تعامل الرجل مع المرأة؟ وروا ضوابطكم دي. أنا ليه أخذت لها حدود؟ طيب تعالوا يا حنان داري نكمل الفكره النسويه والحركه النسويه ما هي ضوابط. انا الان بقول للمشاهد الحركه النسويه دي كلام فارغ. الحركه النسويه ما كلام فارغ. طيب يلا ورينا المشاهد الكريم ده حركة. المشاهد الكريم ده داري ينتمي لكم وريه الحاجه اللي بتخليه يحفظ له حقوقه وكده عشان ينتمي لكم. في كل فكره في لوائح اكيد وفي قوانين وفي ضوابط الزول قبل ما يدخل الحاجه اللي هو عايز ينتمي لها بتتبعها يعني. فالشيخ سالم كلامه واضح انه نحن محتاجين لضوابط او لوائح. فكره الحركه النسويه ما دين عشان يكون فيه حلال ولا حرام. قلت فيه قوانين وفيه ضوابط. في مطالبه بقوانين انها هي تنصف الظلم الواقع على المراه. مطالبه يعني لسه ما في قوانين اتخذت. ما في قوانين لانه احنا ما بننصف قوانين. احنا مجرد حركات ضغط. لا احنا حركات ضغط. الفكره هي واقع انه ما انتم ما فاهمين فرق الحركة بتاعت الضغط وما فرق الزول الماسك السلطة. النساء الحركة النسوية ما قاعدة في سلطة. لا هي قاعدة في سلطة بتاعت الدولة ولا هي قاعدة في سلطة بتاعت إحنا كدعاء. لا هي قاعدة في سلطة الدين عشان هي تشرع. أنت عندك سلطة لكن أنت شيخ دي هي سلطة أنت تتملك. أنا زيه زي أنا ما عندي سلطة. دكتور سالم زوج زيه زي أنا بس زول هو رجل دين يعني عاجز بكل القرآن. أنت عندك امتيازات. هو الشريعة والسنة. شوفي لا ما في امتيازات. لا أنا زول مسكين زيه زي أول حدا. دي امتيازات. إحنا عندنا امتيازات. أنت قاعدة عندك المجتمع
مديك امتيازات كرجل. يا سلام كده خلونا ندي سارية دي يا اخوان نفسها بما ادعو اليه. لكن انتوا المجتمع مشكلته الان ما من بفكرتكم اصلا ما عندكم شيء. ما هو من بفكرت انا كمرأة ولا كنسوية ما قلت لك من عيني كمرأة ولا كنسوية قدم لي شيء اقنع اليوم المشاهد الكريم ده عشان ينتبه بيكم. احتمال يكون في بنات دارين انتم للحركة النسوية. انت بتقول ان احنا واليوم يا اخوان انتم زمان انتم هسه مظلومات في 1 2 3 4 5 لما تجونا بنحفظ لكم 1 2 3 5 الله يرضى عليك بهذا الكلام. انت يا حنان حاليا بتقولي هي فكرة ونحن محتاجين نجيب قوانين وكذا. طيب وري الناس الفكرة انه نحن الضوابط في الفكرة شنو عشان انا اقدر اتبع الفكرة او الحركة النسوية. هي حريات متعددة. بس ملتزم بترجع على اساس انها هي الغريزه الحاجه اللي بتثير بس اي حاجه هي بتفكر فيها المراه ان هي تكون حاجه جنسيه. لا يا حنان انت بتقولي انا ما طبعا عشان ما تخطي في بالك اول مشاهد خطي انه انا منحازه لكلام الشيخ سالم. يعني الكلام هو محتاج فعلا توضيح. انت بتقولي المراه عندها الحقيه ويعني الصراحه وتعمل اي حاجه عندها الحريه المطلقه. الشيخ سالم سؤاله لك طالما انه زولة دي عندها الحريه المطلقه معناها هي ممكن عادي تقيم علاقه غير شرعيه مع اي زوج سواء كان زميل صديق او غيره. نعم. طيب انت عندك مشكله انت تتكلمي مع ولد؟ طيب ما عندي مشكله اتكلم مع ولد. طيب نحن الاسلام عشان نحن ما ندخل المنطقه بتاعتها انه علاقات غير شرعيه وكذا فحسبنا الموضوع من البدايه انه الموضوع ما يبدا ان انت مثلا تتكلمي مع الجنس الاخر في حدود لانه حتبدي ان تكلمتي معاه مره رساله كلمة حلوة يعني أنا ما أتواصل مع الآخر ممكن يستغلك. أنا ما أتواصل مع الآخر يستغلني ليه؟ أنا ناقصة عقل؟ أنا ناقصة عقل عشان هو يستغلني؟ وليه أنت مفتكر إنه حيجي يستغلك ويقول لك أنا عايز أستغلك؟ لا طيب. حيجيك بنفس الفهم اللي أنت عايزاه. طيب نحن نستمع طيب. عشان يحد لنا من النقطة دي. طيب. إنه أنا هرجع أوضح لنجوى أنا خليني يا حنان أنا خليني أوضح للمشاهدة. حوضح للمشاهد السؤال اللي سألته نجوى انه كيف احنا كحركه نسويه قاعدين ننظر للقضايا اللي قاعد يتكلموا عنها. واحده من القضايا انه اطلع او الحريه مفهوم الحريه. طيب الحركه النسويه حركه بتاع التغيير للمجتمع. احنا قاعدين يعني اي تغيير حركه تغيير في اتجاه تغيير الحقوق. المجتمع لكن في اتجاه احنا نقوي المراه ونخلي المراه انه نقوي المراه ونديها حقوقها نقوي المراه ونديها حقوقها ونخليها عندها كلمه نقوي المراه نديها حقوقها. انا ادي الانسان حقوقه ما معناته انه ما هي حقوق المراه ديت الدوله. يلا ادينا واحد يا استاذه كده دي جولين واحنا سؤالنا حقوق ديت المراه حقوقها ما هي حق الولايه على اولادها الوصايا على اولادها او هي ما اعرف وات ايفر هي مسموها الولايه على اولادها اي مثلا يعني السفر مثلا السفر الحاجات اللي يعني انت تكلمت عنها حق انها هي تعترض على انه هي تكون زوجه من ضمن 4 زوجات الحاجات اللي انت تتكلم عنها لكن ما الدين قال كده يا حنان الدين ما قال انه هي هو يتزوج عليها يخطها 4 ما قال أيوة. ما قال لا لا قال انت مش مسلمه يا استاذه اي مسلم انت عارفه بعض ده كلام خطير شديد أيوة بالمناسبه انت عارفه يا استاذه حنان انا قاعد اقول لك انت مشكلتكم ما كده حاول بعدين راجعوا كلامكم ده كويس لما ترجع لناسكم الكبار دي حقوا راجعوا الاسلام ده احنا عندنا بعض المفسرين المشددين بيقول اصلا في الزواج تبدا من 2 ما تتزوج واحده ذاته ليه ما تتشدد التعصب اللي انا كده الله قال كده التفسير اللي انتم بتفسروه براكم ما في حاجه فسروا يا حنان ما فسروا شيخ قال ده قال كده الله قال فانكحوا ما معنا بعض انا قاعد اقول لك بعض عندنا المفسرين بعضهم يعني فانكحوا هنا امر صح الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى بدا بمثنى بعدها قالوا 3 ورباع قلت لك بعض اهل التفسير بيروا انه الاصل في الزواج التعدد الذي الله الله انت مسلمه انت مسلمه مسلمه انت قلت بعض المفسرين معناته انه في تمييز يا اختي معناته انه سؤال انت مسلمه مسلمه التعدد الله امر به الله قال فانكحوا معلش الله قال فانكحوا معلش الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده احنا ما نتكلم عن جدال عن التعدد لكن انا اقول لك احنا كمسلمين عندنا ضوابط بنمشي بها على الرجال والنساء يا ايها المشاهدون النسويه دي
والله ده ليه قضوا زمن ساكت ما عنده موضوع ده حاجه نسويه ما دين عشان انا اقول للزول ده حرام ولا حلال او اقول له هو مشكلتك ما قاعده تفهمي اذا قلتي ما دين فكر اسرع العلمانيه الان دي ما فكر هذا ده موضوع قال خليني مره ثانيه وجينا ناس كبار نتكلم عنه عن العلمانيه ما معنى العلمانيه ما مفهوم العلمانيه هل هي دين ولا هي دين وهل هي معناها العلم ده كلام ثاني يبقى الان انتم ما عندكم شيء تقدموا للمجتمع السوداني ده ما عندنا شيء نقدمه للمجتمع انتوا دايرين الحقوق اذا دايرين معنى الحقوق الاسلام كفى للمرأة حقها اذا كان هل قاعد يطبق الاسلام في شكل الدوله الحاليه دي هل الاسلام قاعد يطبق في شكل الدوله دي الحاليه دي او اللي فاتت او اللي قبلها السلام عليكم انا ما في الاسلام ما قاعد يطبق شوفي لا انا الان المشكله في انه انا الان لو ربنا خلاص لو ربنا ولا الحكومات السابقه كانت الحكومه شوفي الاسلام او الدوله السابقه شكل الدوله السابقه كان شكل بتاع دوله اسلاميه حنان معلش بعيدا عن الحكومه وعن الدوله ونحن نتكلم عن الدوله الحاليه لكن واجب الدوله أن تطبق شرع الله. شرع الله أن تعدل بين الناس ما بين المسلمين شوف حتى الدولة ما فيها مسلمين الله قال تعدل بيناتهم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ما بين المسلمين بين الناس بما فيهم الكافر والمسلم نعم. وإذا حكمتم بين الناس أخذ دين طيب مش ربنا امره بغض البصر لا لا مش ده كلامك عيني معيني مش ده كلامك اللي انت قلتيه ده ما كلام معلش يا حنان ده ما كلام مش ده كلام الدين مش ده ربنا قال لي كلام ربنا ما انت قلتي اثي ثبتي انه ربنا امر الرجل انه يغض البصر امر بان يعمل الحاجه دي لحد ما يعرف نفسه في ناس ما بتقدر تتزوج ما عندها الامكانيه فيمشي يتحرش بالنسوان في الشارع لا امر باني يغض البصر لحد ما يكون عندي الامكانيه اني يتزوج خلاص تزوجتها انت تزوجت واحده وحالتي نفسي انت ممكن تتزوج ثاني احسن انت تتزوج بالحلال احسن من انت تمشي تعايله واحده في الشارع صح ولا ما صح انا ما راضي انه اتزوج فيه يلا دي حاجه بتخصك انت مع شريك حياتك ما انا بقول على الحاجه انا ما قاعد اتكلم عن نفسي انا اذا ما عايزه عشان تعرف شو ديننا ده كيف لك الحق تطلب الطلاق ايه رايك ايه رايك؟ بعد ما اطلب الطلاق انا هتتاكد انه هتجيني الحقوق بتاعتي؟ هل قاعده تجيني الحقوق بتاعتي؟ عندنا قانون بيطبق تمشي المحكمه تطبق حقوقي انت رجعتي لي نفس النقطه اللي انا بتكلم عنها انه الاسلام ما براه هيديني الحقوق بتاعتي، انا محتاجه قوانين في المحكمه، انا ما هرجع لابوي، انت ما قلت ارجع لابوي ما في لا انا ما قلت ارجع لابوي ما قالت انا هرجع لابوي، قالت انا همشي للمحكمه فمعناته انه انا مفروض امشي في اتجاه تكوين قوانين بتنصف المرأة بعيدا عن المؤسسة بتاعت البيت احنا انا ما انا غايته ما عارفه كان الحلقه دي احفظ لانه ما داري انحاز لاي طرف لكن انا بس من واجبين وانا اقيف على بعض النقاط انت بتقولي انه انا ما ارجع لابوي وامشي المحكمه طبعا انا ما اقول لكن الاب هو الولي عنده الاحقيه انه هو بدين طيب لو ابوك رفض انك تمشي المحكمه كيف حاليا احنا بنتكلم عن انها هي قالت امشي المحكمه هي ساريه قالت لي انا دوله مسلمه وين الدوله المسلمه هل انتي قوانين لحد الان بتمشي هتكون تبع للاسلام هل ابوك هل انا كمراه لو مشيت انا لو مشيت طلبت الطلاق من رجل عشان هو هيتزوج علي وانا رافضه الحاجه دي هل هاخد حقوقي منه هل اقدر اطلع اولادي منه نعم هل يخليني انا احتفظ باولادي كمل كلامي الاسلام امرك ايوه أقول حاجة الإسلام أمر الرجل ده يوم حتى بعد يطلقه عند إنك عليه حق أسي كلام ده إنتو أسي رأيك شو في زيداو رأيك فيه شو معلش اتفاقية ممتازة بس ده بس أنا داري فيه عشان داري أقول لكم إنتي من بيضة تلفي كده أنا داري أجيبي في زيداو دي بس دي قصتنا كلها ما يرضى عليك عشان كده دي من جبال بتلف بتدور يلا زيداو دي من أولها إلى آخرها ضد الإسلام وليها أي علاقة بالإسلام إنتي من جبال معلش خليكم كلام انت من باب تلفي وتدوري وكده الان جيتي نفسي كنوف النسويه دي اصلا شو السيده طيب احنا عندنا في الاسلام لو الراجل بعد ما يطلق المراه تحسن لها تنفق عليها اذا اولادك قاعد معاه تنفق عليها هل في قانون مكتوب نص قانون بيه يا استاذه بعد تطبق
قانون موجود. بس الحاجة اللي أنا حابة أوضحها يا شيخ سالم، هل هيعاقبوا منه إذا هو ما أنفق؟ هل كم أنت عارف أهلي؟ بيعاقبوا منه بيعاقب أهلي لما يكون بيعاقبوا أهلي، يعني الموضوع يمشي بدون دولة، بدون سلطة بتاع الدولة. اطلع الحب اليد. اسمع، لما عندك رجال، أنا الآن أطالب كل من يساعدنا الآن من الدولة أن أقيموا العدل. إحنا في منابرنا بنقول يا أيها الحكام أقيموا العدل بين الناس، وإلا يوم القيامة شيلوا شيلكم، مان الراعي يسترعيه له رعية فيموت، ويموت حين يموت وهو غش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الآن بيقول الكلام ده. أنا بس عندي وجهة نظر يا شيخ سالم، إذا سمحت لي دار أوضحها لحنان وليك وللمشاهد. أنا في فكرتي أو يعني دي وجهة نظري، أنا بتمنى أنكم تتقبلوها، مشاهد تتقبلها. الجانب اللي هي تكلمت فيه والمحكمة، أنا دائما قاعدة أفتكر أنه المحكمة اتعملت في الدين الإسلامي والقانون ده لما اتعملوا جاء الناس بترجع عليه بعد ما الحلول الأسرية تنتهي. سنتي تنتهي تماما، أنه المشاكل دي أول أي حاجة في الأسرة هي وقفت، فبنرجع للقانون. أحسن، شكر الله لك. خليني أضيف كلامك ده. أنا كلام ده أديك عليه مستند من القرآن. الله قال واللاتي تخافون نشوزهن، المرأة قاعدة كده طلعت من حسبة رجيلة قالت هو زي ذلك كده، لا تسألني أجي بالليل بطريق دي، ولا تسألني وإنتوا ذكورين وإنتوا هذي عملاش دي. الله قال لنا ما طوالي تمشي المحكمة، لا ولا طوالي طلقة. الله قال لنا واللاتي تخافون، الآية دي في سورة النساء. ها إيه رأيك؟ سورة كاملة اسمها سورة النساء، سورة تانية اسمها سورة مريم، جيب لي سورة اسمها سورة الرجال. في انت عارف المرأة، انت عارف المرأة ذكرت في القرآن اكثر من 84 مرة اكراما لها. الله قال ولا تخافوا نشوزهن فعظوهن، تعالي يا فلان اتقي الله ما تطلعي كده، ما نفع في النهاية النسوية، ما نفع مع الكلام ده. فعظوهن، بعد ده قال واهجروهن في المضاجع. شوفوا الحالات دي كده، حتى بالهجران تنوم معاه جوا الغرفة لكن تديها ظهرك كده ما تتكلم معاه، ده كله ما نفع لانه عندها فكره بتاع ما عارف كده. فعلوا واهجروا المضاجع. الله قال واضربوهن، هنا الضرب ما بعكاس، تعرف الضرب شنو؟ ولا بشالده، حب ده قوي شويه، بطرف من الثوب تضربيه كده، يعمل لها شنو؟ عشان انت توصل لها معلومه انه انا غير راضي عني. ده كله ما نفع. واضربوهن فين اطعنكم. بعد ذلك قال فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. ما نفع، نمشي المحكمه. المحكمة لما تمشي ما بتمشي براكي، لأن الحاكم يقول لك وينو أرقض لك أبوك وين؟ ولي أمرك وين؟ ولي الأزمة ذاتها، اسمي كلام الأزمة هنا، ولي أمرك وين؟ أنت كيفي أبوك قاعد أحدب جيف قدامك بيبتدي الراجل الظلام وبيبتدي عمل لها كده. التاني يقول كده لما تمشي لا أبوك لأخوك حتقول شنو؟ هل المجتمع السوداني، هل الآباء السودانيين هم قاعدين يكونوا مقتنعين إنه في ظلم؟ يعني أنا أتكلم لك عن قضية واقعة في الواقع السوداني، قاعدة في المحاكم السودانية. زوجة راجلة هجرة، ما قاعد يصرف على الأولاد، هو الهاجر، أنت فاهم؟ هجرة، ما هجرة بالمفهوم اللي أنت قاعد تتكلم عنه ده، هجرة رسميا، لا قاعد يصرف عليها ولا قاعد يصرف على أولادها، ما عنده معها أي علاقة، بيجي من فين لفين، بيجيب عنف و ما يحدث ما بين الرجل طيب. ومرأته كده يا حنان، أنا ما ضدك ولا عندي معك أي علاقة، أنا بقدم في محتوى. طيب سؤال بعيدا عن المحاور اللي بنتكلم عنها، أنت حاليا بتتكلمي عن الحركة النسوية والفكرة بصورة عامة. طيب أنت قلت ما عندك أخوان، أبوك موجود؟ موجود. طيب هو راضي عن الفكرة دي ولا لقيت خلاف أسري؟ ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة، موافق. شيخ سالم، والله انا اقول لي الوالد اسمه الوالد الكريم فيصل، انا اقول لي عمنا فيصل يا ريت الله يديك الصحه والعافيه وربنا يحفظك. انا اقول لك الحركه النسويه دي هي معناها تمشي كده، حتجي لاتفاقيه السيداو، وهي اتفاقيه باطله واتفاقيه كفريه وضد الدين وضد الانسانيه وضد سنه النبي عليه الصلاه والسلام. عشان كده حاول اقنع بنتك واقعد معاها وبالتي هي احسن لا بالتي هي اخشن. الطريق المشي فيه ده والله يا اختي ما طريق ما كويس. كيف طريق ما كويس؟ والله ما كويس. دقيقه، انت تتكلم عن اتفاقيه سداوة على اساس هذا طريق ضد الدين. كيف طريق ضد الدين؟ لانه اذا انتم الان بتتكوا على سداوة دي ضد الدين تماما. سداوة عندها
ما عندها مشكله في الزواج الغير شرعي. انت بيقول قلت لك زوجتي منه اذا جيتوا تابعين لسيداو ما عندها مشكله انه المراه بتمشي تتزوج الدايره. اي تمشي تتزوج الدايره من غير من غير ولي. من غير ولي كيف يعني؟ من غير ولي الزواج من غير ولي زينة؟ زينة. طيب ما في قولي مش زواج. قولي ما الدليل انت مش بقول لي مسلمه. طيب لين احنا بنحتاج للولي في الزواج يعني والعصمه عند الرجل ما عند المراه؟ يا حنان مسلمه. مسلمه. طيب مؤمنه بالرسول الصلاة والسلام؟ مؤمن الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول قال لك لا نكاح النكاح هنا الزواج إلا بولي وشاهدي عدل. أيما امرأة نكحت من غير وليها فزواجها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. ماذا تقول في القاضي في المحكمة ولي ولا ما ولي؟ القاضي ولي من لا ولي له. إذا أنت إذا شوف إذا أبوك قلت له يا أبوي أنا داير الشاب ده وعجبت به ودايراه بقى عليه في راس دايره ابو قال لك ما زويك له يا ابوي انت الزول ده مالك يعني ليه ما لفظته ساكت كده لانه ما من قبيلتي لانه ما كده هنا تمشي طوال القاضي يزوجي طوال. شو الاسلام ده كيف طوال يزوجي؟ انت عارفه الاسلام ما يجبر ابوك لا تزوج من ود اخوك او من لا ده حرام عندنا. اذا اعجبت امراه انت عارفه جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تقدم لبنتي خاطبان نفرين احدهما موسر والاخر معسر في واحد مفلس والثاني غني والاباء كالعاده بيحبوا منه اها بيحبوا اللي يدوا قروش عشان ياكلها كويس ياكلها كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهي تحب من؟ شو الكلام ده سيدنا النبي تقول لي نسويه قال وهي تحب المعسر يا رسول الله للاسف هي ما بتحب الا المفلس ده. قال له عليه الصلاه والسلام زوجها لمن تحب لم يرى المتحابين مثل النكاح. اذا انت مسلمه الكلام بتقول فيه شو؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي. اذا انت مسلمه سيدك الرسول قال كده سيدك الرسول قال اي امراه الزوجه من غير ولي زواجها باطل. تقول شنو؟ هل كلام النسويه ولا كلام النبي؟ طيب. تمام حنرجع لك يا حنان لكن خلينا نرجع لساريه وشيخ سالم وحنان يتكلموا في نقاط كثير مهمه لكن لازم بس تجاوبي على الكلام. اي حد يجاوب لك يا شيخ طيب. سالم ما عندك اي مشكله نحن ذاتنا محتاجين لاجابه. هم يتكلموا في فكره الزواج فنحن محتاجين توضيح اكثر ونعرف رايك ذاته انه ليه ولي الامر ونحن بنرجع لولي الامر يعني في الزواج تحديدا وعصمه الزواج عند الرجل وليست المراه. طيب اسم بنحتاج الولي انه زي ما استدل بالحديث لا نكاح الا بولي شاهدي عدل. ده الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو قال لنا كده فنحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونتبع السنه بتاعته. اضافه لكده يعني هسه واحده من الحاجات انه لو كانت المساله دي عند المراه كان انه اول ما زعلت تطالق. لكن ربنا جعل الحاجه دي في يد الرجل ليه؟ عشان انه هو بيفكر بعقله ممكن انه هي يتجاوز ليه عن حاجه انه يعني يقول انه كلامك معناته انه المراه ما عندها عقل بتفكر به عشان كده طوالي بتنفعل وتقوم تطلق ولا كيف يعني؟ اذا زعلت طيب انا زعلت الغضب والغضب عيونها فهي ممكن تتصرف كده ممكن اتصرف كده ليه؟ عشان انا ناقصة عقل ولا عشان انا شنو ولا عشان الرجل مكمل ولا الفكرة شنو يعني؟ ما في رجال بيغضبوا بيرموا يمين طلاق كأس امشي اي حتة فيها رجال هتلقوا بيحلف الليل والنهار عليه والطلاق عليه بالطلاق. حسب دراسات علمية المرأة بتفكر بنسبة 80% بعاطفتها فهي اول ما تزعل خلاص انا ما دايرك في حياتك تطالق. طيب هل هي بتزعل من فراغ؟ هل هي بتصحى الصباح كده بتقرر انها هي زعلانة؟ اذا ما وقع عليها ظلم إذا ما الزول ده هو كان مقصر؟ إذا الزول ده ما كان قاعد لا بيصرف عليها ولا بيأكلها ولا بيجيب لها أولاد ولا أي شيء إذا هو مقصر في أي حاجة ما قاعد بواجباته ما قايم بواجباته ما قاعد يديها حقوقها هي بس كده فجأة هتقوم تقرر لا أكيد إنه في تقصير منه من الحاجات دي. طيب أنا بتكلم عن الاختلافات العادية انه اي اثنين ما في اختلاف يعني انا بتكلم عن زوله كبيره اي اثنين اي شخصين نحن ما يعني نحن ما 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 شخص واحد عشان احنا نكون بنفس طريقه التفكير. طيب انا اقول لك حاجه هل انت عارفه انه البيوت السودانيه الحاليه نحن كمجتمع سوداني الماسك منه الماسك ماسك الرجل في راجل قاعد يستحمل انه المراه تعصب لا
المرأة اللي بتستحمل عصبية الرجل، المرأة اللي بتمسك الأولاد، المرأة اللي بتحل المشاكل، المرأة اللي بتطبطب، المرأة اللي بتماسك البيوت، المرأة اللي بتحافظ على استقرار البيت من الراجل. لا لا الحاجة دي فيها شراكة الراجل. الراجل عادي ممكن يطلع عشان هو زعل ما جابوا لك كوباية الشاي بتاعته، ما جابوا لك كوباية الشاي بتاعته في مواعيده، هو ممكن يزعل يمشي يطفش من البيت أسبوع. ده في المجتمع السوداني بتاعنا احنا ده. لا لا معنى الزواج مختلف عن الوضع في المجتمع السوداني. يجي يخبط بالطربيزة ويجي يكارك. ده معناه شنو يا حنان؟ الحركة النسوية في الحالة دي بتتصرف كيف؟ أو القانون بتاعها مفروض يكون شنو؟ ما هو مفروض يقاعد. أنا ما قاعد أتكلم عن حركة كحركة تغيير، كحركة تغيير وحقوق، وما مفروض إنه يقع عليها العنف. ما مفروض إنه هي تعامل بالطريقة دي. المرأة هي الكائن اللي قاعد يماسك في المجتمع السوداني بتاعنا. حباباتنا هم اللي قادرين يماسكوا الأسرة، هم اللي بيحلوا المشاكل. المرأة قوية هي، يعني المشكلة إنه هي بتقول إنه المرأة ضعيفة، وأنا بتكلم عن إنه لا، المرأة اللي هي ضعيفة، المرأة ما قالت ضعيفة، المرأة قوية. أنا لما ذكرت المرأة إنها هي ضعيفة ما بحاجة سيئة، لا هي حاجة إيجابية. يا 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 سارية، أنت تكلمتي أسي حاليا إنه المرأة ضعيفة لأنها بتفكر بعاطفتها. هل أنت فاهمة إنه عاطفتها دي نقطة ضعف ليه؟ عاطفتها دي ماسكة البيت، عاطفتها دي مثبتة. العاطفة بتاعتها دي هي مثبتة شكل البيت أصلا وعملت البيت أصلا عشان إنها هي ما تتهد. الراجل ممكن يطفش، المرأة بتشتغل بتصرف على الأولاد، بتيجي بتثبت الأولاد، بتربي الأولاد، بتقعد بتعالجهم لحد ما يكبروا، بتجري بهم في المستشفيات لكن بالليل، لكن محافظات على دينهم يعني ما إلا ما كيف أنت شكل المحافظة اللي بتتكلم عنه ده كيف؟ أنا زولة بصلي وبصوم وحافظة نفسي، بحافظة نفسي أنا بيني وبين ربنا، ما قاعدة ألبس طرحة مثلا فرضا، ما قاعدة ألبسه كله. هل ده معناته انه انا محافظة على نفسي؟ هل معناته انه انا ما مسلمة؟ هل ده بدي الحق للآخر انه هو يجي بالليل يتلف في بيتي عشان حنان دي مثلا ما قاعد تلبس طرحة وراجلة ما فيش وهي اللي قاعد تشتغل للبيت وهي اللي ماسكة البيت وهي اللي بتتحرك وبتطلع نص الليل، انا اجي اعمل فيها اللي انا عايز اعمل؟ هل ده بيدي الرجل ده حق؟ هل ما مفروض انه يكون في قوانين بتحمل المرأة دي؟ جميل. طيب عيني انا تفضل الله يجزاك خير. شوفي يا أستاذ حنان، التقصير في حق الزوج، إحنا عندنا الزوج الذي يقصر في دين الإسلام، الذي يقصر في حق الزوجة ده رجل أناني وده رجل لئيم ولا خير فيه. اتفقنا؟ الذي يقصر في حق، أنت عارفة لو راجلك بخيل وشحيح وكده شيلي من قروش من غير ما يعرف، إيه رأيك؟ دساها خليك من كلامي، دساها خطافي وين؟ فتشيها في أي محل. ليه أنا أسألك؟ ليه ما يكون في قانون بيحكم الحاجة دي؟ أنا غير أقول لك ما نبغى قانون. ليه ما يكون قانون في الإسلام يا أستاذة؟ أنا أنت قانون ده جوين وين؟ أنت لا ما عندكم في، أنت ما غير ما تقدمون أي حاجة. أنت قبلك يا شيخ سالم بتتكلم عن إنه في رجال مقصرين زي ما في نساء مقصرين. النساء مقصرين مثلاً تكلمك عن إنه مثلاً ما محجبات. هل ده بيدي حكم الرجل؟ يبقى إحنا، أنا أقول لك إحنا في الإسلام عندنا الذي يقصر في حق المرأة هذا لئيم. هل ترى محتاجين لبتاع نسوية؟ يعني سويتك تجيب شنو دائرة تجيب. طيب ليه ما نستفدت شنو من انه وتصنف ليه؟ ممتاز يا اختي، انا اقول لك الان الذي يقصر في حق زوجتي هذا رجل لئيم، هذا رجل خائن، هذا رجل لا خير فيه، واذا ما بيدفع عليكي تشيلي من حقه ولو من غير علمه ما يكفيك انت ولدك انت واولادك. جاءت طيب انا شلت من حقه وبعدين ضربني. اسمعي كلامي، جاءت هند بنت عتبة للنبي عليه الصلاه والسلام قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفي. انا من بين اسئل ليكي انت الان لقيت لي ايه قرانيه؟ لقيت لي انا لا اجيب لك ايه قرانيه؟ جيب انت الايه القرانيه. طيب. جيب انا لشنو؟ طيب انتوا الان حركتكم دي كذب، مصدركم شنو؟ هكذا خلينا قبل ما اكمل، خليك قبل الحديث وده راسل سؤالنا. عليكم قلت لي وين عندكم سؤال ما جاوبت لي عليه؟ اسد خلي اللي هي شنو يا شيخ صالح؟ عليك الدنيا. انا قلت لك ابو سفيان زوج رجعت يا رسول الله ان ابو سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني. قال لها عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طيب دي كانت في مشكلة بتاع رجل شحيح، دين عالجة في تقصير، دين عالجة. جات واحدة قالت يا رسول الله أنا الزوج ده الشكل ده ما دايره أبيته، رسول الله قال لها بس تقعدي كده؟ لا، قال لا طلقها، فطلقها. طيب الآن أنا لدي سؤال واحد وعليك الله جاوب لي عليه، ما هي المرجعية يا إخواننا؟ في زوجة عملية منظمة ما عندها نظام أساسي؟ في ما في المنظمة دي عندهم أساس حاجة يسموها
قانون يسموها البتاع النظام الأساسي. أنتوا الآن كحركة نسوية ما هي مرجعيتكم؟ شلتوا منها الحاجة دي؟ ما هي المرجعية حقتكم؟ أنتوا مسلمين؟ قلتوا مسلمين، مرجعيتكم الإسلام بالمناسبة، مرجعيتكم الإسلام. طب ما هي مرجعية؟ المرجعية شو يعني؟ أها شنو؟ ولا مرجعية دين. شنو طيب؟ طيب شنو؟ دايرين نجيب تشريعات، احنا دايرين نجيب قوانين بتحافظ على الحقوق والحريات، عايزين نغير قوانين الظلم اللي حاصل. قوانينكم دي بتستمدوها من وين يا أستاذ؟ أنت ما فاهم تقول شنو؟ قوانينكم دي بتستمدوها من وين؟ يا سؤال، جاوبي لنا. القوانين تستمد من إنها هي حتشيل الظلم الواقع وتوقفه في حده. القوانين يا حنان، حنان الشيخ سالم قصده لك القوانين دي انت ذاتك بتجيبيها من ياد ومن هاي ومن ياد بتجيبها من وين؟ القوانين قلت جبتوها من وين؟ اقنعوني هذا اللي ابقى معاكم. دار تجيب انا شايل الحلقه دي بس دار تقعد معاكم قوانين دار تنضم للحركه النسويه. أيوة. لكن دار تعرف القوانين حتى تقدر تنضم يعني جبتوها من وين؟ تستندوا على شنو؟ إلا ما جيتين مستند واحد أسأل من برا أقول لك قال الله في سورة النساء، قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري. أنت الآن ما جبت لي مستند ليكم، أنا اقتنع بكم كيف؟ المشاهد يقتنع بك كيف؟ طيب ما هي مستندكم؟ هتكلم لك يا شيخ سالم أستاذ حنان ما هو المستند؟ أرجع لك للمقدمة الآن. ما هو المستند بتاعك؟ إنه كان في ثلاثة شيخ سالم مطالب الحركة النسوية بمستند يا حنان. ما هو المستند عليه والحركة النسوية؟ استندوا عليه. هرجع لك للكلام اللي قلته أول، إنه إحنا الحركة النسوية هي ما حركة عندها مؤسسة، هي ما مؤسسة، هي حركة بتاع التغيير في اتجاه إنها تجيب الحقوق وترفع الظلم الواقع على النساء أياً كان شكله وأياً كان نوعه، وتكفل الحريات المتعددة للناس. فأنا ما هأطر الحاجة دي في 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 شكل معين، لأنه بتختلف باختلاف المجتمعات، بتختلف باختلاف الزول اللي هو بيطالب. هي ما حركة عندها قيود، ما حاجة جامدة، ما حاجة جامدة. فاكين كده ساكت ما عندكم قيود؟ ما حاجة جامدة. طيب فاكين هي قائمة على مبدأ الحرية والإنسان. عفوا شيخ سالم بيقول انتم فارقين وما عندكم اي وجود وما عندكم اي شكل فارغ، لا عندكم مستند، لا عندكم يا ناس والله بيو زمانكم سايق. في في مفكرين كتبوا عن الحوار. اوكي مينو؟ قولوا لي المفكرين اللي عندكم دين. انا اقرا عنه انا بس ما مستذكرات عن ناس. خلاص بس الفكره كلها، الفكره كلها الفكرة دي يا حنان ما وضحت، ويا شيخ سالم نحن زمن الحلقة انتهى، لكن ما أعتقد إنه نحن وصلنا لواقع حقيقية. فأنا أطلب حلقة تانية. أنا أطلب أستاذ حنان تجيب لنا مؤسسي الفكرة في السودان وتجيب لنا معكم مراجعكم، وإحنا بنجيب معنا مراجعنا نبين للشعب السوداني إذا أنتوا قدرتوا أقنعتوا الشعب السوداني المشاهد أنه يبقى معاه في الحركة النسوية ممتاز، إذا إحنا أقنعنا أنتوا حبوا تتوبوا إلى الله وترجعوا تبقوا معنا. حنان الشيخ سالم بيطالب بحلقة تانية، وأنا برضو أكيد الناس اللي بتابعونا معاه وناسكم المؤسسين للفكرة دي. هل حتقدروا تواصلوا معنا في حلقة تانية؟ أكيد، ما لأنه دي حاجة بقت مطلوبة يعني يا حنان، لأنه نحن ما وضحنا من خلال الحلقة دي أي واقع. أنا شاكرة لك جدا الأستاذة حنان فيصل، شكرا جدا. شكرا لك جدا يا أستاذة سارية عادل، جزيل الشكر. شكرا لك يا شيخ دكتور سالم على المعلومات المفيدة اللي احنا استفدنا من خلال الحلقة، شكرا جزيلا. شكرا لك، شكرا. حلقتنا ما انتهت، ولا الواقع في الحركة النسوية والجدل الحاصل ما بين حقوق المرأة في الدين والفكرة النسوية وبعض المستندات اللي اتبنت عليها الحركة النسوية. محتاجين لأفكار ومستندات وأدلة لأنه نحن نقدر نعرف تفاصيل الحركة النسوية، لكن بنتمنى أنه يكون في حلقة تانية، ونحاوعدكم بأنه الحلقة التانية نكمل فيها بعض النقاط اللي نحن ما قدرنا نصليها من خلال الحلقة دي. لحد ما ألاقيكم في حلقة تانية، في أمان الله. شكرا جزيلا، شكرا لفريق العمل.